مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير، وكل عيد وحضراتكم بخير، ودايما منورنا ومشرفينا في بيتكم الاهلي. عيد اضحى مبارك على الجميع وعلى الشعب الاسلامي، واكيد على مصر كلها، واكيد طبعا وبصفه خاصه على جماهير النادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين ودايما منورنا، ودايما بتفتخروا بناديكم، ودايما ناديكم بيفتخر بينا كلنا كاهلاويه. عندنا مباراة مهمة جدا هنتكلم فيها إن شاء الله، مباراة الأهلي وبيراميدز يوم السبت القادم بإذن الله. مباراة مهمة جدا جدا، وأكيد كل الأهلاوية مستنيين هذه المباراة. هنشوف فيها حاجات كتير إن شاء الله، هنشوف فيها شكل النادي الأهلي إن شاء الله، إن شاء الله بشكل جديد، فنيات جديدة، برؤية جديدة. أكيد بيراميدز حافظينه مع التغيرات اللي حصلت فيها، هنتكلم فيها بكل التفاصيل. هيكون معايا بعد الإنترو أو بعد الأخبار هيكون معايا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عادل أمين، هنتكلم معاه في كل تفاصيل هذا اللقاء. تعالوا بس نتكلم في نقاط مهمة قبل ما ندخل في اخبارنا، ويكون معانا كمان زميل عزيز شريف شعبان عشان يطمنكم كالعاده على مران النادي الاهلي، واكيد في معسكر مغلق ان شاء الله. المباراه تكون يوم السبت في برج العرب، كل الدعوات للنادي الاهلي بالتوفيق في هذه المباراه الهامه جدا والصعبه جدا جدا. فريق بيراميدز فريق كبير، فريق بيضم عناصر مميزه جدا، معهم مدرب واعد وواعي وعارف كل كبيرة وصغيرة في عالم كرة القدم. شفناه مع الإسماعيلي، شفناه كمان مع منتخب أوغندا، قدم عروض ولا أروع، مقنع. ان شاء الله نشوف النادي الاهلي يكون يعني كالعاده باذن الله يفرحنا ويفرح كل جماهيره في هذه المباراه المهمه جدا. النادي الاهلي دايما مختلف، واحنا بنقول مختلف من اللي بنشوفه، مش بنقول مختلف وخلاص، حتى كمان مع اللعيبه اللي بتمشي، مع اللعيبه اللي بتنهي عقودها مع النادي الاهلي بالتراضي. موضوع مميز جدا في النادي الاهلي ان انت تمشي من النادي الاهلي وانت حبه. الموضوع ده كمان حصل معانا شخصيا، وقد ايه الواحد بيبقى فخور حتى لو قعد في النادي الاهلي يوم واحد بس، عشان بعض الناس اللي فهمهم بيبقى بطيء شويه او ما بيستوعبوش الكلام او حتى ما بيستوعبوش الاحداث، ما يعرفش يعني ايه نادي كبير قوي، ما يعرفش انت تدخل نادي كبير قوي، وبيوصف اللعيبه انهم ما وفقوش والنادي ما وفقش في الاختيارات. طبعا الكلام ده يعني بعيد قوي عن الاذهان اللي هي بتبقى صعبه التفكير او صعبه الفهم بصفه عامه. لكن اللعيبه في النادي الاهلي لو قعد يوم واحد بيكون فخور قوي ان هو قعد في النادي. كمان النادي ما بيجيبش اي لعيب، النادي الاهلي لما بيختار لعيب اكيد بيختار لعيب ليه مواصفات معينه، لعيب مميز جدا. عارفين طبعا اختيارات النادي الاهلي على مدار التاريخ، حتى لو انت رحت كلعيب وما قدرتش انت تنسجم مع اللعيبه، او حصل مثلا اصابه ما رجعتش تاني وما عرفتش ترجع، المهم النادي ماشي وبينجح وانت بتنجح معاه، حتى لو ما لعبتش كوره او مثلا لعبت ماتش او ماتشين او لعبت حتى دقيقه، لكن انت بتنجح مع النادي والنادي اصلا ناجح. فاكيد طبعا كل الصفقات اللي بتجيبها النادي الاهلي بتكون صفقات ناجحه جدا، صفقات مميزه جدا، صفقات كل الانديه بتبقى بتحارب عليها، لكن هو الصفقه او اللعيب بيختار النادي الاهلي بمحض ارادته. عشان كده كل اللعيبه اللي بتروح النادي الاهلي وبتمشي دايما تلاقيهم بيقول لك احنا قضينا فتره عمرنا في النادي الاهلي، كنا سعداء جدا ان احنا انتمينا للنادي الاهلي، حتى لو شهر او شهرين او سنه او سنتين، كنا يعني اسعد اللاعبين واحنا بنحصد البطولات في النادي الاهلي. ناس بيقولوا لي مثلا، انا شخصيا قعدت في النادي الاهلي فتره قليله، انا قعدت في النادي الاهلي فتره قليله قوي قوي كمان، لكن تخيلوا خدت 5 بطولات مع النادي الاهلي في الفتره القليله اللي انا قعدت فيها شخصيا في النادي الاهلي. خدت 2 دوري، 2 سوبر وسوبر افريقيا. يعني الحمد لله والشكر لله. دايما اللعيب بيحمد ربنا اللي هو بيروح نادي كبير زي النادي الاهلي بيحقق له كل حاجه هو كلعيب، واكيد طبعا هو بيفيد النادي حتى لو بجزء بسيط جدا، حتى لو بشوط، حتى لو بباصه، حتى لو بفكره، حتى في التمرين. حتى يعني بصوا بنروح لابعد الحدود، اللعيبه وهي خارجه من النادي الاهلي دايما بيشيدوا بالفتره اللي قضوها في النادي الاهلي عكس ناس كتير قوي في العالم كله، عشان بس ما حدش يوصف كلامنا قوي يحطه في زاويه معينه. بتكلم في العموم، نادر قوي لما تلاقي نادي او لعيب ماشي من نادي ويقول لك انا زعلان قوي ان انا مشيت من نادي، انا قضيت احسن فترات حياتي في النادي ايا كان النادي، انا اتعاملت احسن معامله، انا الناس يعني ادوني كل حقوقي وكل مستحقاتي وماشي وانا زعلان قوي من النادي، كان نفسي ان اعمل اكتر من انا عملته، لكن الفرص او بقى الحظ ما ساعدنيش، او كان في مكاني كام لعيب، او الاصابه، او ما عرفتش ارجع، او اسباب كتير جدا. لكن اللعيب دايما بيشيد بانتمائه للنادي الاهلي حتى لو يوم واحد. لو حضراتكم تابعتوا على السوشيال ميديا هتلاقي كل اللعيبه اللي مش النادي الاهلي عامله شكر للنادي الاهلي على صفحاتهم الشخصيه، سواء على الفيسبوك او على انستجرام،
ان هو بيشكر النادي الاهلي زي الكلام اللي احنا قلناه لحضراتكم منذ قليل. كمان النادي الاهلي على صفحته كرم كل اللعيبه واشاد بيهم واشاد بالفتره اللي هم قضوها داخل جدران النادي الاهلي، وقد ايه هم ما قصروش وادوا اللي عليهم وزياده كمان زي ما انتم شايفين امام حضراتكم. ده النجم الكبير عمرو بركات. عمرو بركات كان كل الاوقات اللي بينزل فيها كان بيقول انا لعيب كويس وكان بيجيب اهداف. لو تفتكر البطوله العربيه كان عمرو بركات متالق فيها جدا وجاب اهداف مميزه جدا، لكن الدنيا ما بتمشيش ساعات مع اللعيب، او الحظ ما بيساعدوش، او لعيب تاني بيدخل ياخد مكانه، لكن هي دي حال كره القدم. كل اللعيبه اللي مشيت من النادي الاهلي يعني ده كمان اسلام محارب. اسلام محارب قد ايه قدم مع النادي الاهلي عروض مميزه جدا جدا جدا، وقد ايه كان بديل بينزل كان بيخلص مباريات. اسلام محارب من اللعيبه اللي انا بحبها شخصيا، كمان لعيب فعلا هو محارب ولعيب فعلا افاد النادي الاهلي، لكن زي ما بقول لحضراتكم الظروف، الظروف ساعات ما بتخدمش اللعيب او بتقف او ربنا بيوجه اللعيب في اتجاه تاني خالص، ممكن يكون يروح نادي تاني يتالق فيه ويبدع فيه ويرجع برضه نادي الاهلي تاني. لكن النادي الاهلي كرم لاعبته، النادي الاهلي يعني حمودي شفناه منذ قليل برضه، حمودي من اللعيبه الحريفه قوي قوي، ممكن برضه ما انسجمش، الدنيا كانت صعبه، الظروف اللي نزل فيها كانت صعبه، لكن الجماهير النادي الاهلي دايما بتشيد باللعيبه، دايما بتشيد بكل لعيب، دايما عتاب الجماهير مش عتاب حد بيشتم او بيكره، بالعكس خالص. وانا اتكلمت في النقطه دي قبل كده تحديدا، جماهير النادي الاهلي تحديدا تحديدا دايما لما بيلومك او حتى بينتقدك بشده دايما هو خايف عليك وعايزك تكون احسن لعيب في العالم كله، مش عشان انت في النادي الاهلي بس، هو انت خلاص انتميت ليه بقى، هو وانت حاجه واحده خلاص، هو بيدافع عنك بكل ما يملك. يعني لما ينتقدك هينتقدك بشده، لما يحبك هيحبك بشده، لما يشجعك بيموت عشان يشجعك. وانت شفت طبعا نماذج كتير جدا من الجماهير الاهلاويه ان لم يكن كل الجماهير الاهلاويه. عشان كده بقول لكم وباكد تاني، النادي الاهلي مختلف في كل حاجه، في جماهيره، في ادارته، في ادارته كمان للملفات، في ادارته للصفقات، في ادارته للناس اللي ماشيه، حتى اللعيبه اللي ماشيه شفت حضراتكم يعني مش عارف، احنا معانا صور للعيبه منزله على صفحاتها شكر وان هم زعلانين قد ايه، ان هم زعلانين من النادي من ان هم مشوا من النادي الاهلي، قد ايه هم كانوا عايزين فرص كمان، كانوا نفسهم ينتموا كمان اكتر واكتر. يعني اوكي شوفوها كده، نحاول ننزلها كمان علشان الناس اللي ما شافتش بوستات هؤلاء اللاعبين. كل الشكر لكل اللعيبه اللي لعبت النادي الاهلي، كل الشكر والتقدير على مجهودكم، ولكن الحمد لله على كل شيء، ان شاء الله ان شاء الله تتالقوا في انديتكم الجديده وترجعوا النادي الاهلي تاني احسن واحسن كمان. ده شكل النادي الاهلي في التعامل، اسلام محارب، عمرو بركات، احمد حمودي اللي شفتوا حضراتكم كان ان الموقع الاهلي منزل لهم صور ومنزل لهم شكر خاص لهؤلاء اللاعبين اللي ما قصروش تماما في النادي الاهلي. ما فيش حد بيأثر في النادي الاهلي يا جماعه، تاكدوا تاكدوا، ما فيش اي حد اي لعيب بيقصد التقصير في النادي الاهلي او في ملعب المباراه هو لابس قميص النادي الاهلي، بالعكس خالص، هي الظروف ساعات بتخلي اللعيبه مش في يومها، وانتوا بتشوفوا وشفنا قبل كده ومش عايزين نفتكر بقى. ان شاء الله اللعيبه اللي طلعت اعاره ترجع احسن واحسن كمان، ان شاء الله يتالقوا مع انديتهم الجديده. اعتقد كله في الجونه، الجونه يعني بقى شكله كمان اللون الاحمر غالب عليه، ان شاء الله كمان يحققوا كل اللي هم عايزينه. نادي الجونه نادي محترم واداره محترمه، ان شاء الله برضو يدخلوا في جو المنافسه مع اللاعبين الجدد اللي معظمهم اهلاويه، واكيد هم عارفين يعني ايه لعيبه الاهلي وعارفين روحهم وعارفين اسرارهم. وشفنا احمد ياسر، ريان، وحمدي، شفنا كل اللعيبه، جده، شفنا كل اللعيبه المتعلقه مع الجونه، خلاص عرف النصر فين، عرف المكسب فين، عرف ان مفيش حاجه اسمها مستحيل مع النادي الاهلي، عرف ان ممكن تكسب في اي ثانيه حتى لو في الوقت الضايع. عشان كده عملوا اداء ولا اروع مع نادي الجونه. وتوفيق، مش عايز افتكر، مش عايز انسى اسماء ممكن انساها، يعني انا بقول على سبيل المثال لا الحصر. دي كانت اول حاجه عايز اتكلم فيها. النهارده كان في تمرين النادي الاهلي، لو تجهزوا لنا شريف شعبان نعرف منه كل التفاصيل عن هذا المران. تمام، وقبل ما انسى طبعا عايز يعني النجم الكبير المحلل الرياضي الكبير كابتن خالد بيومي، امبارح اسرته بالكامل تعرضوا لحادث، حادث كان كبير جدا الحقيقه، انا شفته بعناية يعني، والحمد لله ان ربنا قدر ولطف على اسره الكابتن خالد بيومي. يعني الحمد لله كابتن خالد، والحمد لله ان هي جت في العربيه اتدمرت تماما، ويعني ولادك الحمد لله، يعني الحمد لله رب. اللي يشوف منظر الحادثه كان صعب قوي قوي قوي، الحمد لله ان هم خرجوا منها سلام. طريق السخنه بالطفره اللي عاملها
او الاداره السياسيه لمصر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي عاملين طفره في السخنه عموما. بعد كمان مدينه الجلاله السخنه هتبقى ليها موضوع تاني خالص ومحطوط فيها راس مال كبير جدا جدا. فالطرق كمان طريق الجلاله الجديد حاجه روعه، حاجه رائعه، حاجه مستحيله. زي كده لما تمشي على طريق الجلاله الناس اللي هي مش تفتكر على طول قناه السويس، تفتكر ازاي احنا فحرنا قناه السويس وازاي احنا عملنا طريق الجلاله. حاجه مستحيله. لكن في طرق بعد اخر نازله في طريق الجلاله طرق مميته يا جماعه، يعني الناس المسؤوله مش الناس المسؤوله في البلد، الناس اللي هي قدام الطرق قدام القريه بتاعتها. مش عايز اسمي كرة عشان بس احنا ما نعملش ما بقاش على سبيل الاعلانات، لكن في كرة قدامها طرق مميته، قدامها مطبات هواء مميته، كل يوم او يوم ويوم او كل يومين في حادثه فيها ناس ميته للاسف الشديد. انا حافظ الطريق يعني ربنا يبعد عنا وعنكم المصايب، لكن بصراحه الطرق لا، الطرق بعد نزله اخر نزله في الجلاله حوالي 20 كيلو لازم الناس يقولوا يا جماعه عندنا مشكله كبيره جدا في الطرق، عندنا انخفاض في الطرق. العربيه تبقى ماشيه مثلا على سرعه 80 تاخد المطب الهواء ده تنزل بيها الطريق تطلع لابسه في اي حاجه في وشها، ما لان خلاص الراجل ما بيعرفش يتحكم في الدركسيون بتاع العربيه. فلازم ناخد بالنا ولازم نتكلم ولازم نقول للمسؤولين يا جماعه عندنا يعني الموضوع سهل جدا، لكن كل يومين في حادثه ومحدش بيتحرك موضوع صعب قوي 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 قوي. فلازم نطور ولازم الكل يشارك في المسؤولية بصراحة. يعني المسؤول المفروض يشوف، لكن أنا كمسؤول مش هقعد ألف طول الليل ونهار، لازم يكون في مساعدة، في مساعدة مننا احنا كشعب ان احنا نبلغ يا جماعة عندنا مشكلة قدام القرية بتاعتنا، عندنا مطب هواء، عندنا انخفاض في الأرض، لأن الموضوع صعب جدا يا جماعة بصراحة. غير اللي حافظ بقى الطريق بيجي عارف ان في مطب هواء، في عارف ان الارض نازلة. انا اسف ان انا خرجت عن جو الكورة، لكن احنا واجبنا كنادي الاهلي ان احنا نحذر، لان في ناس كتير فعلا بتموت في طريق السخنة في واصلة 20 كيلو، مش عاملين طريق رائع بحجم طريق الجلالة ومش قادرين نصلى 20 كيلو. انا بقول على الناس اللي هي اصحاب الكرة المسكين ادارات الكرة يبلغوا الناس المسؤولة يا جماعة تعالوا شويه اسفلت او شويه اي حاجه ونساوي الطريق، بحيث ان احنا مش كل يوم شايفين مصيبه حقيقيه وناس ميته وبيموتوا كمان اتوبيسات. يعني ربنا يبعد عننا وعنكم. يعني الف سلامه يا كابتن خالد لاسرتك، وان شاء الله ما تشوفش حاجه وحشه، وان شاء الله كلكم ما تشوفوش حاجه وحشه في اهلكم ويكونوا سالمين باذن الله. تعالوا نروح لزميل العزيز شريف شعبان عشان يطمنا على مران الاهلي قبل اللقاء المهم جدا والهام جدا مع بيراميدز. زميل العزيز شريف شعبان اهلا بيك وكل سنه وانت طيب وبخير. أهلا شباب كابتن يوسف، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ويا رب كده يا رب يكون العيد وش حلو علينا وعلى جميع المصريين كده ويكون أيامنا كلها سعادة الفترة المقبلة. يا رب يا رب. يلا طمنا بقى كالعادة وادينا التفاصيل عن التدريب والمعسكر وقول لنا كل الأخبار اللي عندك. خليني أقول لك إن التمرين كان في السادسة مساء، وكان مصطفى شركي والباقر جهاز طبعا ومدير الكرة تشريد القطري بينعقدوا جلسة كده مع اللاعبين حوالي 10 12 دقيقة اتكلموا فيها عن مباراه بيراميدز السبت المقبل، عن اظهار شخصيه البطل من اول دقيقه، استثمار حاله الفوز الرابع على التوالي طبعا بعد الفوز على المقاولين والزمالك وفريق اطلع بره، استثمار حاله الفوز، اللعب من اول دقيقه على الفوز، ويمكن الضغط في يعني اتكلموا في امور كثيره جدا، ويمكن الكلام لقى استحسان كبير من لاعبي النادي الاهلي. يمكن بعد انتهاء هذه المحاضره على طول تمرينات بدنيه ثم شغل تكتيك النهارده مستر سيرتي بن حريص يعمله. الجديد بقى مستر سيرتي النهارده ان هو اخذ البدلاء والصفقات الجديده وبدا يشتغل بيهم تكتيك زي التشكيل الرئيسي بالظبط علشان خاطر يقدر يطلع دكه بدلاء في مباراه بيراميدز. لفت النظر بعد الصفقات الجديده لفت النظر، بدا الراجل يعتمد عليهم في التمرين، بدا يعتمد عليهم. احمد الشيخ النهارده عمل تمرين ولا اروع، يمكن النهارده لعيب النادي الاهلي كله بيحاول يثبت نفسه علشان خاطر يلاقي ليه مكان في مباراه بيراميدز المقبله. على الجانب الاخر التاهيل المستمر لسعد سمير لمحمد محمود، وكان طبعا حريص الكابتن الكبير نادي النادي الاهلي ومحمود الاهلاويه كابتن الخطيب يكون موجود في جزء من التمرين، يكون موجود ويستفسر عن او يقف مع سعد سمير ومحمد محمود علشان خاطر يطمئن على صحتهم، وقعد معاهم فتره طويله وقف معاهم فتره طويله عشان يطمئن على صحتهم. زي ما قلت لك التاهيل مستمر ليهم هم الاثنين، النهارده معلول برضه تمرين او كان خفيف هو ورامي ربيعه، بكره هيكونوا جاهزين باذن الله. النهارده وليد سليمان بينزل التمرين وبيقدم تمرينه ولا اروع ولا اقوى بنفسه فيها صالح جمعه، يمكن مين اللي هيحجز مكان في المباراه المقبله، ما قفش كمان داخل بقوه في المنافسه. يمكن خلينا اقول لك
الاندارات كمان ما شاء الله، يعني النهارده عامل تمرينه كويسه، حمدي فتحي ولا اروع، السلي حدث ولا حرج، عاشور الخبره والاناقه في التمرين النهارده، من الكل بيعلن جاهزيته باذن الله. الشناوي النهارده بطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي، قدم النهارده تمرينه قويه جدا، بيعلن جاهزيته لمباراه بيراميدز. علي لطفي بدا بيجري وعمل تمام النهارده ولا اروع ولا اقوى. الصاعدين مصطفى شوبير واحمد طارق حراس الصاعدين في مصر باذن الله النهارده تمرينه قويه جدا، بطمنك باذن الله باذن الله يكون الفوز حلفنا يوم السبت المقبل. النهارده تمرين الاهلي مبشر، لسارتي بالسيد صغيره ولا كبيره، كابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، الكابتن سلام حفيظ، الكل شغال علشان خاطر باذن الله يبقى في انتصارات الفتره المقبله. كابتن اكيد يا كابتن شريف، يعني برضو طمني قول لي اللعيبه عامله حسابها على مباراه بيراميدز، الجهاز الفني اتكلم على اهميه هذه المباراه، على حذر او تحذير اللعيبه من هذه المباراه، يعني سمعنا المباراه بقى ممكن تبقى سهله نسبيا للعيبه، طبعا الكلام ده بقول لك اللي سمعناه، اكيد طبعا الكلام ده مش في النادي الاهلي، وانا عارف لعيبه النادي الاهلي لما بتفكر في مباراه مهمه او بيكون جاي عليها مباراه مهمه بيفكروا فيها ازاي، لكن بنتكلم ان احنا بقى كسبانين والموضوع مش هيبقى صعب، يعني كلمني برضو عن شدة حذر لعيبه من هذه المباراه. كابتن ميدو هو اتفرجوا على المستر لاسيرتي والجهاز اتفرج على مباراه بيراميدز الاخيره، يمكن حذر من خطوره بيراميدز، حذر من الخط الامامي في فريق بيراميدز، ولكن قال لهم لازم تستثمروا الفوز او الفوز المتتالي في المباريات الثلاثه الاخرى، لازم يبان شخصيه البطل، لو نفذتوا تعليماتي واللي اتعملت في التمرين الفتره الاخيره وبتعمل في التمرين النهارده وبتعمل بكره، لو نفذت التعليمات واظهرت شخصيه البطل هيبقى الفوز يعني سهل جدا وفي متناول يد لاعبي النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي يفوز على اي حد مش في مصر، في العالم العربي كله يمكن في العالم، يعني النادي الاهلي على طول بيفاجئنا بمباريات مع فرقه عالميه وكان بيفوز عليها او اي فرقه ما تقفش قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي لو حب يكسب اي فريق بيكسب اي فريق. النهارده باين في التمرين الثلاثات مركز جدا، اللعيبه مركزه جدا، الكل بيتسابق علشان يحجز مكان في مباراه بيراميدز، الكل عاوز يشارك في هذه المباراه، الكل عاوز يعني بطوله تضاف يضيف بطوله جديده لتاريخ النادي الاهلي وكل كاس مصر، فبطمنك ان لا الدنيا الفتره المقبله مختلفه خالص، الثلاثات بالسالب صغيره ولا كبيره، بيتكلم قفشه النهارده بيتالق، ديانج بيتالق، يتولي بيتالق، احمد الشيخ لافت النظر في التمارين، فلا الدنيا مبشره باذن الله، باذن الله يكون يوم السبت باذن الله حارس النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. شريف يعني المعسكر الجمعه خلاص اكيد باذن الله يوم الجمعه هيسافروا الى برج العرب المبيت ليله مباراه طبعا بيراميدز، ومباراه هتكون يوم السبت الساعه 8 مساء باذن الله، يا رب باذن الله في الايام المباركه اللي احنا عايشين فيها باذن الله يكون الانتصار حليف النادي الاهلي. اللعيبه المصابه قبل ما اقفل معاك، سعد سمير ومحمد محمود اخبارها ايه؟ انا يعني عندي خبر ان هم بيوصلوا التاهل او التاهيل. مع سعد شويه وسعد بيتكلم قال لك خلال 10 ايام 15 يوم 20 يوم بكثير جدا هيكون، فما انا حدش مستعجل، قال لي مش مستعجل، انا ممكن انزل بس مش مستعجل، بنفذ البرنامج تحازى فيرو وتبعت التقارير اول باول لالمانيا، والناس الحاله مطمنه ما شاء الله، نفس الخشب محمد محمود بطمنك وبطمن جمال النادي الاهلي اقل من شهر باذن الله هيكون موجود في الملعب، محمد محمود يمكن اللي يتفرج عليه بمسك ارسك الخشب كام مره، الولد مستعجل ما شاء الله، كل التقارير كل كشف الدكتور اللي بيشتغل عليه باستمرار، الاشاعات اللي بتتعمل له، التستات اللي بتتعمل له ما شاء الله، العمليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله ناجحه بكل المقاييس، اتكلم في شهر يمكن اقل من شهر باذن الله هتلاقي النادي الاهلي لا يثبت فيه اي اصابات باذن الله. شريف شعبان زميلي العزيز المميز دائما شكرا جدا على كل هذه التفاصيل، مميز كالعاده زميل العزيز شريف شعبان غطى كل المران، اتكلم عن الاجتماع اللي كان قبل المران، قال ان مدته حوالي 10 دقائق، اكيد اتكلموا فيها عن اهميه المباراه زي ما قال، واتكلم فيها كمان او حذر لعيبه من التهاون حتى التفكير في هذه المباراه، لعيبه النادي الاهلي انتوا عارفين دايما بياخدوا كل مباراه بيعني بمنتهى التركيز، فتخيلوا بقى فريق بيراميدز اللي خسرنا منه مباراتين في الدوري العام، وانتوا عارفين في فرق بيبقى نفسها بس انها تكسبك بصرف النظر عن اسمائها ايه، ان تكسب النادي الاهلي ده قمه السعاده بالنسبه لك، ان شاء الله ان شاء الله مش هيحصل الكلام ده تاني باذن الله باذن الله. صفقات جديده داخله في شكل النادي الاهلي زي ما قال شريف شعبان، تألقوا متولي ديانج قفشه، يعني مش عايز انسى اسماء، الشيخ كمان بيتكلم ان هو تألق في المران، شفتوا الشيخ ان شاء الله يكون برضو واخد المواضيع بجديه اكتر واكتر، قلت لكم ما فيش حد بيأثر لكن محتاجين مجهود اكتر، محتاجين ان احنا نموت اكتر في الملعب عشان نحجز مكان في تشكيله النادي الاهلي اللي مش سهل اي حد ان هو يدخلها او سهل اي حد ان هو يحجز مكان رئيسي
او مكان ثابت في التشكيله الاساسيه. كان معانا شريف شعبان ووطا المران. تعالوا اقول لكم الاخبار بسرعه. اتكلمنا عن سعد سمير ومحمد محمود. قال ان سعد سمير ساله يعني بصفه شخصيه: انت مش مستعجل ولا مستعجل؟ انا مش مستعجل عشان ارجع ان شاء الله ما اتصابش تاني، او يعني اخد الامور على تاني ان شاء الله. ان شاء الله يكون يرجع. واضافه قويه سعد سمير، ولعيب لعيب كويس قوي 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 سعد سمير. معايا الكابتن محمود صالح مدير اداره لجنه اكتشاف المواهب والنجم الاهلاوي ونجم مصر. اهلا بيك كابتن، ومساء الفل على حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير. كل سنه وانت طيب والمشاهدين كلهم طيبين ومصر كلها طيبه. يا رب يا كابتن يا رب. طمني عليك وطمني على الإدارة وطمني على الدنيا عندك قبل ما أسألك عن أهمية مباراة الأهلي وبيراميدز من وجهة نظر نجم كبير زي كابتن محمود صالح. بننظم نفسنا إن شاء الله يكون في بداية قوية بالنسبة لنا الفترة اللي جاية، مع طبعا الأندية كلها تبتدي مثلا بدأت فترة الإعداد. بتكلم على مستوى القطاعات الناشئين تمام، وبرضه على مستوى الدرجة الأولى، بس هو طبعا معظم شغلنا مع قطاع الناشئين تمام. ابتدوا فترات الاعداد وهيدخلوا بقى نتابع اللعيبه من البدايه من مباريات الوديه اللي هيلعبوها. وعندنا ناس مرشحه من السنه اللي فاتت يعني كنا قيمناهم ومجموعه كبيره يعني الحمد لله، وهنبتدي شغلنا ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك الفتره اللي جايه دي باذن الله. باذن الله كابتن، كل التوفيق ليك واللجنه التعاقدات ان شاء الله تعملوا او ترتقوا كمان بالنادي اكتر واكتر باذن الله. عايز اعرف بقى وجهه نظر حضرتك في هذه المباراه الهامه جدا للاهلي وبيراميدز في الدور 16 في كاس مصر، شايف المباراه ازاي يا كابتن محمود؟ وممكن يعني تتكلم مع اللعيبه ازاي لو جالك فرصه ان انت تتكلم معاهم تقول لهم ايه؟ طبعا مفيش شك احنا بنلعب على طول، الحمد لله ربنا وفقنا، بطوله صعبه خدناها في بطوله الدوري، مرينا بظروف صعبه في معدات الموسم، انما الحقيقه كان في تصميم من اللعيبه واصرار وبذل مجهود كبير من الجهاز الفني يعني الحقيقه والاداري ومجلس الاداره، ولحد ما يعني روح النادي الاهلي يعني كانت الفتره الاخيره دي الحقيقه هي اللي جابت البطوله. تمام. وكلمه روح النادي الاهلي طبعا دي يعني كتب عليها يعني كتب يعني كلمه كده بنقولها بس يعني تاريخ يعني أكيد. الروح دي يعني ما فيش اتكونت يعني عن بطولات وتاريخ ونادي حفر اسمه يعني الحقيقه وخلى قيمه على مستوى المحلي والمستوى الافريقي والمستوى يعني كلمه كبيره الحقيقه. الحمد لله قدرنا الحقيقه نحصل على البطوله في ظروف صعبه، نتمنى طبعا البطوله كاز يكون من نصيبنا ان شاء الله. اعتقد احنا في الظروف اللي فاتت كانت صعبه شويه، كان الاعداد كتير قوي للعيبه، يعني بشكر مجلس اداره واداره لجنه التعاقدات والجهاز الفني الحقيقه ان في لعيبه كتير قوي الحمد لله قدروا ياخدوا فيهم قرارات. يعني على سبيل المثال مثلا حسن توفيق واحمد ياسر ومحمود الجزار اعاره لجونه، في محمد نجيب برضو وعمر بركات واسلام محارب وعمر رضوان بيع للجونه برضو ايضا، احمد حمود اخذ السجن حر، محمد شريف هيروح ام بي، يعني في اعداد كبيره خرجت الحقيقه لان كانت اعداد كبيره قوي في النادي. اعتقد الفتره ديت فيها تركيز و يعني اعتقد يعني الاجواء التدريبيه هتبقى افضل كتير. زائد بقى مع العناصر اللي جت الحقيقه عناصر ممتازه ان شاء الله كلها دور كبير، محمود متولي ومحمد مجدي قفشه وديبالي اللي هو اللاعب المالي ديانج. تمام. نتمنى كل نعم تمام يا كابتن اتفضل. يكون لهم دور الحقيقه، وان شاء الله يعني برضه بحيي النادي يعني ان شاء الله تكون الصفقات دي ناجحه ان شاء الله باذن الله. الاجواء كويسه و اعتقد الروح المعنويه كويسه، وانت واخد الدوري بدات الموسم ده كويسه مع افريقيا، فشايف الاجواء كويسه احسن كتير من الفترات اللي فاتت اكيد. واعتقد بقى لا بديل الا الفوز يعني، وده يعني اللعيبه الموجوده اللي بقى لها سنه سنتين واللعيبه الجديده الحقيقه مهم جدا تقدر اسم النادي اللي انت بتلعب له وتقدر تاريخه وقيمته، لان الفتره الجايه انا شايف المستويات متقاربه باللعيبه بعضها، فالحقيقه اللي مش هيدي افضل مستوى ليه واحسن مستوى ليه ممكن يبقاش موجود يعني. انا شايف التنافس هيكون قوي جدا، في صعوبه انك ان الجهاز الفني الحقيقه يحط العناصر في كل مباراه اللي يبدا بيه المباراه، لان شايف مع اللعيبه اللي رحلت والعناصر اللي دخلت شايف المستويات متقاربه في اكثر من عنصر في كل مركز، فالتنافس هيكون كبير قوي باللعيبه بعض، وده النجاح ده الحقيقه ده اللي بيولد كل الفرق البطوله كده يعني. اكيد دايما بتلاقي في تنافس كبير داخل الفرقه على مين يبدا المباراه ومين يبقى اساسي، فالتنافس ده طبعا بيخلي اللاعب يحافظ على مركزه ويحافظ
على مستواه، ويبقى في تنافس مين يلعب ومين يبقى اساسي. دي حاجه كويسه، واعتقد الاجواء بتسمح بكده، والاجواء كلها كويسه الحمد لله ان شاء الله. اكيد. المباراه اللي جايه صعبه ولا شايفها مباراه عاديه يا كابتن محمود؟ والله بأي 11 انا شايف المباراه مش عايز اقول يعني، لا احنا المفروض احنا افضل، الكيات اللي هي بتاعتنا اللعيبه كلها دوليه الموجوده الحقيقه، امكانياتنا افضل. اه كان ليه ظروف المباريات الدوري ليها ظروفها، اعتقد مش هتتكرر ان شاء الله. لا ان شاء الله انا شايف، بس مهم جدا يبقى اصرار اللعيبه وحماسهم وحاطين هدف الفوز بالبطوله. لو احنا لعبنا بروح عاليه واراده قويه، اعتقد فريق النادي الاهلي يعني فيش فريق يقف قصادنا ان شاء الله. الفوز لينا، بس طبعا الفوز محتاج مجهود طول 90 دقيقه، وطالما انت عندك فرقه تقدم مستوى اللعيب بشكل فردي والفرقه بشكل جماعي، طالما تقدر تقدم مستوى كويس، مستواك احنا عايزين مستواك الحقيقي اللي تلعب بيه. لو كل لعيب قدم مستواه الحقيقي وكان عنده تصميم على الفوز الحقيقه، والروح تبقى روح جماعيه كويسه داخل الملعب، اعتقد ان شاء الله الفوز هيكون من نصيبنا ان شاء الله باذن الله. كابتن محمود صالح النجم الكبير، نجم مصر، نجم النادي الاهلي، شكرا جدا. مدير اداره التعاقدات، لجنه التعاقدات، شكرا جدا لحضرتك. نتكلم يعني عن اهميه مباراه بيراميدز والنادي الاهلي. كابتن محمود صالح نجم كبير طبعا وعنده خبرات كبيره جدا، بيتكلم ان المباراتين الدوري كان فيهم ظروف خاصه، اكيد طبعا حضراتكم عارفين يعني كل الظروف كانت في الدوري الفتره اللي فاتت. الحمد لله، الحمد لله ربنا كرمنا بهذا الدوري اللي انا قلت لكم، الدوري اللي هيبقى الدوري ال 41 قبل الدوري ال 40 وما بعد الدوري ال 41. دايما افتكروا الدوري ال 41، واكيد حضراتكم تفتكروه بكل الملابسات اللي حصلت فيه وبكل الظروف اللي حصلت فيه، لكن الحمد لله ربنا كبير. ان شاء الله مش هيتكرر السيناريو اللي حصل في الدوري اللي فات ده خالص ان شاء الله. الاهلي يعني عارف القصه كانت ماشيه ازاي ودارها كويس قوي، الحمد لله خرجنا لبر الامان وخرجنا كمان بدوري عام في ظل الظروف الصعبه دي. ان شاء الله مش هيتكرر نفس الظروف، ان شاء الله المباراه هتكون مباراه كبيره، لكن النادي الاهلي ان شاء الله يحسمها باذن الله بالخبرات، باللعيبه الجديده، بالاصرار وجهد النادي الاهلي. كابتن محمود قال ان هي مباراه مش صعبه قوي، لكن محتاجه جهد ومحتاجه تركيز ومحتاجه ان انت تموت في الملعب كلاعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله يحصل كده باذن الله. هنشوف المباراه يوم السبت، هنتكلم فيها كمان بالتفصيل مع ضيفي الكريم اللي هيشرفني بعد قليل. عايزين نبارك لمنتخب مصر اللي هيكون في ربع نهائي بطوله العالم بمقدونيا، منتخب مصر للناشئين. ان شاء الله نشوفهم كمان بيرفعوا راسنا اكتر واكتر، وان شاء الله نبارك لهم يا رب، يا رب ياخدوا هذه البطوله ونبارك لهم احنا هنا كقناه النادي الاهلي. دي كانت كل اخبارنا واتكلمنا معاكم فيها بالتفصيل. تعالوا نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكبير الناقد الرياضي استاذ عادل امين. اهلا بحضراتكم من جديد، الاستاذ عادل امين نائب رئيس تحرير الاهرام والناقد الرياضي الكبير في ضيافه الاهلي الليله في ضيافه قناه الاهلي. منور الدنيا، كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك وعلى اسرتك. كل سنه وانت يا كابتن ميدو، وعيد سعيد عليك وعلى الاسره وعلى شعب مصر كله ان شاء الله. اهلا بيك، اهلا بيك، منورنا. وعندنا ملفات كثيره، لو تحب تتكلم في حاجه معينه قبل بقى ما ندخل في الاجواء. ملفاتك اكيد الشغل الشاغل لينك اهلاويه، مباراه الاهلي وبيراميدز، مباراة اليوم السبت ان شاء الله. لو عايز تتكلم فيها في العموم ممكن نقول عليها ايه؟ انا في العموم بغض النظر عن انها مباراة في كاس مصر، الا انها بالنسبة للاهلي بتعني كتير، لان بيراميدز يمكن الفريق الوحيد في الدوري اللي كسب الاهلي مرتين في الدور الاول والدور الثاني. تمام. فالمباراة دي بغض النظر عنها في بطولة، الى جانب انها كرد اعتبار او مباراة ثأرية للنادي الاهلي، رد اعتبار قدام جماهيره ان جماهير النادي الاهلي لا ترضى الا بالفوز. جميل. فكون ان انت تتغلب مباراتين فدي بتبقى صعبه قوي عند الجماهير واللعيبه طبعا لكن فالمباراه دي جت فرصه للنادي الاهلي ان هو يرد اعتباره ويبقى فيها، يبقى هي يعني نقول سلاح ذو حدين، ترد اعتبارك فيها وان شاء الله تعديها
يبقى قدامك الطريق مفتوح لكاس مصر باذن الله. جميل. حضرتك اتكلمت في نقطه يعني انا كنت عايز اتكلم فيها في الانترو بس كويس ان حضرتك اتكلمت فيها، قصه رد الاعتبار. عشان نتكلم مع الشارع الاهلاوي او الجماهير الاهلاويه، هل رد الاعتبار بالمكسب في مباراه ولا رد الاعتبار انت تاخد الدوري كله؟ لا، ما الدوري بالنسبه للنادي الاهلي يمكن حاجه مفضله او البطوله المفضله بتاعت النادي الاهلي وجماهيره. كون ان انت تكسبها دي ما بتدفش كتير او ما بتدفش جديد للنادي الاهلي، حتى في الظروف اللي كنا فيها دي يا سعد، حتى في ظل الظروف الصعبه يعني اللي مر فيها يعني تاريخ النادي الاهلي مع يعني، حتى في ظل الظروف دي برضو ان الدوري يعني شوف رغم الظروف الكبيره اللي حصلت ديت والظروف الصعبه والمواقف والاصابات وبعض المؤامرات اللي كانت خارجيه وداخليه والكلام ده كله، لكن في النادي الاهلي في الاخر قدر ان هو يحقق بطولته المفضله. كون ان الحاجه بقى اللي بتقف عندها جميل شويه ان فرقه تقدر تكسبك مرتين او النادي الاهلي ما يقدرش يكسبها، دي برضو بتقف شويه قوي وبتبقى عامله شيء من المراره عند جماهير النادي الاهلي. كون ان الفرصه جات لك بقى تاني دلوقتي في نفس الموسم يعتبر ان الكاس بتاع الموسم اللي فات، فاعتقد ان ممكن الفوز بيها يمحي المراره بتاعت المباراتين اللي فاتوا. شايفها ازاي المباراه في حد ذاتها بقى؟ المباراه صعبه تقيله اكيد يعني، خاصه ان هي جايه في تعتبر في بدايه الموسم طبعا لان الموسم لسه جديد وفي لاعيبه جديده، بس بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد ان هي تبقى اسهل من المباراتين اللي فاتوا، لان كان في يمكن لعيبه محترفين اهمها مثلا كينو البرازيلي دوت مش موجود، فاعتقد ان دوت برضو بيضعف من بيراميدز، لكن انا شفتهم في المباراه الافريقيه اللي فاتت فرقه كويسه يعني، فرقه برضو مش متاثره قوي. النادي الاهلي اعتقد ان هو استعد كويس، الماتش الافريقي اللي فات اللعيبه باينه فيه طبعا هم كانوا لعبوا فرقه ضعيفه، لكن اللعيبه باينه ان هي فايقه، في لعيبه عايزه تثبت وجودها وفي لعيبه عايزه تثبت وجودها في التشكيل الاساسي، فكل دوت مد يعني باور للجهاز الفني ان هو يبقى عنده فريق كويس قوي يقدر يخد بيه الموسم من بدايه الموسم ماشي كويس ان شاء الله. تمام، احنا نقدر نقول ان في توقف حصل في الدوري ممكن ياثر على المستوى الفني في هذه المباراه، ولا شايف ان الفتره ما كانتش كفايه ان احنا نقول في توقف حصل فعلا؟ لا هو لسه انا عشان نقول في توقف ومفيش توقف يعني ده من ضمن الخلل بتاع المسابقات يعني، انت دلوقتي عملت استعداد للموسم الجديد والموسم اللي فات لسه ما خلص، في كاس يعني في خلل في اللخبطه كده، اعتقد الجهاز الفني ممكن هو يتغلب على النقطه دي، واعتقد ان في النادي الاهلي ماشي كويس يعني، اتعملت معسكر كويس في اسبانيا، دخلوا بمباراه الزمالك كسبوها، فماشيين بخطوات كويسه قوي حتى على الاقل من الناحيه النفسيه وال عند اللعيبه بتديهم حافز اكبر وطموح اكبر ان هم يكملوا بهذا المستوى. بطوله جت بعد فتره صعبه اللي هي الدوري العام ودخل على بطوله ثانيه كاس، اعتقد ان برضو الفتره دي ممكن في ظل الطموح اللي موجود قدام اللعيبه ما تحسش بيها قوي. اكيد. بتخاف من المدرب ولا من اللعيبه اكتر بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا في العموم يعني، بيقلقك ان في فرقه ماسكها مدرب كبير مع لعيبه عاديين ولا العكس؟ لا العكس، لعيبه كبار مع مدرب عادي. لا يعني لما يكون لعيب مدرب ضعيف بيقلقك ليه؟ لو انت عندك فرقه نجوم كتير ما بيقدرش يسيطر عليهم. تمام. لو هو ضعيف فنيا او هو حاسس ان هم اعلى منه. تمام. حتى اللعيبه لو حست من النقطه دي ما بتبقاش مديه الاحترام الكافي للمدير الفني. تمام. فده بيأثر عموما بيأثر على ايه؟ الفريق في المباراه. تمام تمام. لكن لو في لعيبه كبار يمكن احنا يمكن عاصرنا اجيال كبيره يعني ممكن تتغلب على النقطه دي لو فيها عندهم نتيجه الشخصيه والحافز الكبير ان هم يعملوا حاجه لنفسيهم قبل ما يعملوا حاجه للمدرب. بالظبط بالظبط يعني. لكن حضرتك عندك خبرات كبيره جدا في المجال الرياضي، بلاش يقلقك بقى، بتخاف من فرقه فيها مدرب قوي مدرب فاهم زي بيراميدز مثلا؟ خلينا نتكلم في المباراه اللي جايه، عندهم مدرب اقنعنا احنا كلنا لما كان ماسك الاسماعيلي منتخب اوغندا. اكيد. قلقك شويه لما مسك الفرقه احنا كاهلاويه يعني؟ اكيد 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 اكيد. ليه؟ بالنسبه ليه؟ لان هو بيعرف يستفيد بكل العناصر الموجوده سواء عاليه قوي
او على قدها او متوسطه بيقدر يكون توليفه في ضوء دي، لان هو عنده من الامكانيات والخبره ان هو يوظفها داخل الملعب. عنده لعيبه كويسه كمان، هو عنده لعيبه كويسه اكيد 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 اكيد. فالمدرب يضيف ليهم في الحاله زي دي. لما يكون مدرب على مستوى عالي وعنده فكر عايز ينفذه يعرف يعمل لك توليفه من اللاعبين بغض النظر عن الاسماء، بس ممكن يعمل لك توليفه من اللاعبين يقدر يحققوا له الهدف اللي هم عايزاه. توليفه مهمه جدا فعلا في الكوره اكيد. خلينا نتكلم برضو بصراحه شويه، لو حضرتك ليك قرار شويه في المباراه، ممكن تدفع باللعيبه الجديده بحيث ان انت مثلا تستغلها في حاجات انت شايفها ان هي عندها دوافع، عندها ممكن تقدم نفسها النادي الاهلي بشكل كبير او العكس مع بيراميدز، ولا تخليهم على دكه البدلاء؟ على حسب المستوى والرؤيه اللي انت اللي واضحه قدامك. لو المستوى واحد، اولا في عمود ارتكاز ما اقدرش العب فيه. جميل. يعني لازم اثبته لان واحط جنبه اللي انا حتى عايز ادفعهم جديد. يعني احط طبعا حارس المرمى. يكون مساكن ديفندر، صانع الالعاب، راس الحربه. العمود الخط المستقيم دوت لازم يكون عندك خبره مع يعني لو خسرت انسجام مع كل حاجه. تمام. ممكن بقى بعد كده تشكل زي ما انت عايز، يعني انت عايز بقى تحط تدفع واحد هافر رايت جديد دم جديد شايف ان هو ممكن يدي اديله. في اي مكان تاني غير العمود الارتكاز دوت ممكن تديله. تمام. واخد بالك؟ تمام. بحيث ان اللعيبه دولت ممكن يشيلوه. تمام. لكن لو حطيت لعيب في وسط جهاز مخلع او تركيبه يعني مش جاهز بالظبط كده، ممكن تمام يوقعوه. يعني يبقى انت قضيت على الناشئ دوت قبل ما يعني يعني في عناصر كتير يعني كانت ممكن أمثل. كنا عندنا امال او طموحات ان هم هيفرقعوا على مستوى الكره المصريه كلها، لكن البدايات ما ادوش في الوقت كويس. المناسب وما تسندوش. تمام. تفتكر البدايه استاذ عادل مع النادي الاهلي، انا بتكلم بقى على بيراميدز تحديدا، بدايه انا كمدرب مع النادي الاهلي هتفرق ان انا ابدا مع نادي تاني؟ التقديمه بالنسبه لصارتي اعتقد بالنسبه لا مفيش. بالنسبه لديسمبر مدرب بيراميدز، هي اكيد الماتش ده هيفرق معاه قوي مش كده؟ يعني هيفرق معاه جامد لانه بيلعب بطل الدوري، بيلعب النادي الاهلي حتى لو مش هنتكلم، هو عارف كويس قوي مين هو النادي الاهلي، اسم كبير. لو عمل اي نتيجه ايجابيه معاه هتفرق معاه في مشواره في بدايه الموسم حتى كمان، ويقدر يبقى عنده شيء من هتدي له ثقه كبيره، تدي له شيء من الطمانينه هو لعبته، فده يقدر يكمله على هذا الاساس. فده هتفرق معاه، هتفرق بلا شك يعني. تمام. تمام. لو قلت لك اسلحه لاسارتي في هذه المباراه، هو اعتقد يعني ان الماتش دوت هيحتاج تخطيط فكري بنتوقف عليه هو اكتر من اي اداء في يعني ممكن يفاجئنا بمستوى فني جديد، يعني مش هيكون مفاجاه كبيره قوي، لان انت برضو ايه اللعيبه اللي موجوده في بيراميدز عارفها، يعني التركيبه الاساسيه بتاعت الفرقه مش غريبه عليك في حاجه. يعني التوليفه ممكن تبقى جديده زي ما حضرتك قلت. التوليفه دي يعني حاجه صعبه جدا اي مدرب يعملها. المدرب الناجح يعمل توليفه كويسه قوي، ممكن يبقى مدرب يعني شاطر قوي لكن ما يعرفش يعمل برضو التوليفه. اكيد. لكن التوليفه هي دي اساس اساس الفرقه. لكن هو يعني بس مش هيكون فيه مفاجاه، بحيث ان انت يعني مثلا مش هتلاقي لعيب جديد جاي لك يفاجئك في حاجه، ممكن هتكون المفاجاه في الفكر بتاعه، في طريقه مواجهه النادي الاهلي هيواجهه ازاي. الطريقه مثلا متوقعه ان انت تعمل 4-4-2 ديفنس زون ديفنس، ممكن هو يقابلك من لا يضغط على النادي الاهلي من تلتين الملعب. يعني هو الجديد في الحاجات دي، يعني انت كمتوقع او جماهير متوقعه ان هو ينزل يعمل زون ديفنس ويقفل الملعب كده اهو ويلعب على المرتده بتاعته كده اهو. لكن يكون ان هو كده يبقى يعني لو عمل كده برضه بيبقى مدرب عنده جراءه مش متوقعه، او مثلا دارس النادي الاهلي كويس. انا متوقع ان هو مش هيغامر بالهجوم من الاول، هيعمل زون ديفنس يقفل بيه الملعب قدام النادي الاهلي، لو قدر يخطف جول من هجمه مرتده خير وبركه،
لو احتاج لتدعيم هجومه بعد كده ممكن يبقى عنده سهل، ممكن حتى يغير من جوه التشكيله بتاعه الملعب من غير اجراء تغيير او حاجه. تمام. فاعتقد ان اي مدرب في حجمه في ماتش زي دي اعتقد ما قدرش يعمل اكتر من كده، عشان لو عمل اللي جابها هتبقى فيها مغامره. حتى لو في صفقات مغامره، ما انت عندك برضو في صفقات في النادي الاهلي، ما انت عندك في نجوم، يعني لو انت ما عملتش حسابك كويس قوي في النادي الاهلي ممكن يضيعوا، يعني يضيعوا يحققوا لك نتيجه في لحظه. وبعدين النادي الاهلي يعني اعتقد ان هو السنه دي افضل كتير، يمكن اهم الصفقات اللي او اهم المكاسب اللي انا شايفها في النادي الاهلي ان هو عوده رامي ربيع. جميل. كسيرد باك، لان رامي ربيع يمكن من نموذج من اللعيبه ان هو كان النادي الاهلي بيعتمد عليه في ادائه، يعني النادي الاهلي بيبدا الكوره من ورا، عمره ما كان يعتمد على اللونج باص والكوره العاليه كده فيها. دي للاسف كانت في يمكن في فتره من الفترات النادي الاهلي لجا في الكوره دي، فخطورته اللي هو كانت بيتميز بها عن باقي الانديه تلاشت في اللونج باص. لكن كون ان هو بيبني الهجمه من حارس المرمى، دي رجعت تتوفر تاني في وجود رامي ربيعة. تفتكر حضرتك بتدخلني في محاور جميله جدا، احنا بنخرج وهنرجع تاني للكلام، لكن تفتكر انا كمدرب اللي بجبر اللعيب انه يلعب الطويله، ولا انا بشوف اللعيب اصلا مش هيعرف يحضر فبقول له يلعب الطويل؟ لا، ما في فرق في الاثنين. ايوه قول لي. يعني لو انت لعيب تعرف تستلم وتسلم، تعرف بتنقلها فنيا عالي، اعتقد انه مش هتلجا للونج باص. ما ممكن المدرب يقول لي لا انا عايز لونج باص، يعني كالترون مثلا كان كل لعبه اللونج باص او معظم لعبه اللونج باص. هل هو شايف يمكن ان كان عنده لعيبة الظروف ساعدته ان هو يرجع؟ كان من ضمن المدربين اللي هم الظروف كانت معاكسه معاه قوي، يعني رغم كده قدر يوصل نهائي افريقيا في ظروف كانت صعبه، اعتقد اصعب من الظروف اللي كانت مرت في الموسم اللي فات. لا، والظروف اللي مرت في الموسم اللي فات دي مفيش اصعب منها ولا هتشوف اصعب منها. انا بتكلم بعيد عن الكوره، يمكن بعيد عن الكوره، لكن دي كانت مؤثره جدا في الكوره، مؤثره جدا في كل حاجه بصراحه. بس الحمد لله انا الاهلي كعادته بيخرج من كل الازمات لبر الامان. يعني عموما يعني مش هنختلف في النقطه دي، بس مدرب النادي الاهلي اعتقد ان هو ما يلجاش لاسلوب اللونج باص الا لو شايف في نقطه ثغره او في نقطه خلل عنده ان الكره تتلعب من ورا لقدام بالظبط كده. لكن لو هو عنده دوت اعتقد ان لان النادي الاهلي خطورته في كده، يعني النادي الاهلي نادي زي اي نادي كبير، يعني شفنا برشلونه ريال مدريد لازم الكره بتتلعب بالظبط كده، لازم تروح بين الخطوط. النادي الاهلي من ضمن الانديه اللي عودتنا في مصر ان هو الكره اللونج باص، حتى ما يعني كجمهور كواحد من الجمهور ما تستمتعش بالكره فيها، لكن انت عايز الكره تتنقل واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. شكل الاهلي اللي احنا متعودين عليه. بالظبط ده شكل الاهلي عليه. بالظبط. يعني دي ملامح خطوره الاهلي، ودي تفوق الاهلي على باقي الانديه. يعني اللونج باص دي اسلوب العاجز، يعني اللي انت مش قادر تنقل الكره، حتى انت ممكن تحصل في وقت من اوقات المباراه يكون مضغوط على الفرقه ومش قادر، او التوتر العصبي او كنت بتعمل الكره واحده بسرعه فلازم تطلعها. بالظبط. لكن مش في كل مره هتبدا قبل كده، يعني انت بتطلعها مره اثنين ثلاثه في خلال 90 دقيقه، لكن بقيه الوقت اعتقد ان هي بتبني الهجمه من ورا. تمام. لكن لو قلت لك المباراه بنسب كام لكام؟ تروح لمين اكتر في النسب؟ تروح للاهلي 6-4. 6-4 60 40 يعني. 60 40 طيب، حتى لو سمات لعيبه بيراميدز، حضرتك قلت لي حاجه بس انا اتفاجئت بيها، ان حضرتك متوقع ان مدرب بيراميدز يلعب بشكل دفاعي، يعني يلعب متحفظ شويه ويلعب على الهجمه المرتده، يحاول يخطف جول ويلعب تاني، لكن سمات اللعيبه اللي هم تعاقدوا معاه واللعيبه اصلا في بيراميدز استاذ عادل سماتها مش دفاعيه قوي، يعني ما تعرفش تعمل الحته دي غير لو مدرب قعد يحفظهم، والتحفيظ ده عايز وقت طويل. التحفيز يمكن انا اختلف معاك ان التحفيز عايز وقت طويل مع لعيب الكوره. تمام. يعني انت لو لعيب كوره وفاهم اصول كره القدم، يعني اصول حتى لو متاسس كويس، يعني مش في المهاره وبتاع، لا
في عندك مهارة في التحركات كمان، يعني انت عارف ان الكرة لما تبقى في السايد الرايت بتبقى انت كباك ليفت بتغطي ازاي، بتقف فين، الوعي في الحاجات دي. اه تمام، الوعي دي الثانية تبقى موجودة عند اللعيب اللي هو فاهم الكرة وبيحبها. لكن لو عند اللعيب اللي هو بيلعب كرة لمجرد كرة القدم، اعتقد دي هتاخد منه وقت عشان يحفظه يقف ازاي، او هو اللعيب اللي احنا نقول عليه اللعيب اللي مش ملتزم، اللي هو يسيب مكانه ما يلتزمش بتعليمات المدير الفني، ما تقف هنا لا ما يقفش هنا، ممكن يعمل هجمه ما يرجعش يغطي فتلاقي مكانه كشف حسب ما تعود. اه على حسب ما تعود. الله يفتح عليك، دي مشكله كبيره. خلي بالك مش زي ما انت بالظبط. لا الموضوع بقى صعب شويه لو لاعب ملتزم ويعني عارف ان الكوره دي مش مجرد هوايه، لا ما بقتش هوايه، ده شغل وفن وتكتيك وهندسه. بالظبط، ازاي تلعب وتقف وتعمل دي، يعني ممكن يكون لعيب، ويمكن احنا شفنا لعيبه مهاريا عاليه قوي، يعني تقول يعني بيعمل كل حاجه بالكوره وهم واقفين، لكن لما تيجي مدرب ما يختارهمش، يعني ما في حتى اللي هو عايزه. الله يرحمه محمود الجواري كان يعني بيعمل الناس كلها تقول لك مش عارف، لكن هو عنده عايز اللعيب اللي هو ازاي يعرف ينفذ ويكون ملتزم في تنفيذ تعليماته. لو 80% ارتكاز تركيز و20% لكن فاعتقد ان بس انا شايف في نسبه كبيره قوي من لعيبه بيراميدز عندها الوعي التكتيكي بتاعهم، يعني الوعي، فده مش صعب على المدرب حتى لو الفتره اللي قدامه قصيره ان هو يديله الفكر بتاعه، يحفظه. يعني ممكن اي نعم مش هيقدمه، مش هيأدي مثلا بنسبة 70% 75% في بداية الموسم، اعتقد ده نسبة يعني تبقى نسبة كويسة قوي. تمام، في ناس متخوفة من الشكل الافريقي للنادي الاهلي او الظهور الافريقي الاول للنادي الاهلي، بس طبعا اكيد انا بطلب من حضرتك ان انت توضح الصورة، ان المباراة مختلفة تماما، مباراة اطلع بره مختلفة تماما عن بيراميدز، واكيد اللعيبة بتنزل الماتش فبتحس بسهولته انت كلعيب، واحد اتنين تلاتة فخلاص الماتش بالنسبة لك بيبقى شكرا يعني، فابدا افكر في حاجة ماتش اصعب او حاجة. لا اكيد هو في اختلاف بين ماتش بيراميدز وماتش اطلع بره، في فرق كبير يعني. عموما اللعيب الكورة عموما يعني لما انت بتلعب في فرقة بتحس انها سهلة والماتش جاي من اول 10 دقايق خلاص، يعني بيبقى حتى مش عندك نقطة اللي هو بالزبط. الحافز والحماس اللي انت تاكل الملعب، بعكس لو انت قابلت فرقة بتلاقيها عاصية شوية في الأول، ده بيضطر ان انت بتبذل جهد أكبر، بتزيد من جهدك وحماسك وإصرارك على تحقيق الهدف بتاعك. دي أعتقد هتبقى موجودة بصورة أكبر في ماتش بيراميدز. يمكن بس يمكن نقطة كمان اللي مسببة بعض القلق عند الجماهير، إضاعة الأهداف خاصة من أزارو، دي يمكن نقطة مهمة، يعني كان هو جاب جونين في الماتش اللي فات بس مضيع قدامهم مثلا بتاع 15 جون يعني، و15 جون سهلين، فده بيدي نوع من الايه من الخوف شوية، خصوصا ان اللي انت يعني المركز دوت هو نهاية الهجمة عنده، يعني هو نهاية كل المجهود اللي احنا بقى بنبدأه من ورا لقدام عشان ندي لك الكورة وتحطها في وسط المستطيل. برجوة يجابلك على طول. على طول، ما فالنقطة دي يمكن مسببة بعض القلق عند الجماهير، خاصة إن أزارو بيضيع كتير. طب شايف أزارو إزاي حضرتك؟ خلينا نقف عند أزارو. أنا شايف إن هو يعني لعيب عنده سوء حظ كبير. تحركاته كويسة قوي بس مش مجدي على المرمى يعني. يعني ما اقدرش ايه يعني مش اقول لك ان هو ده هداف النادي الاهلي، لا يعني في هدافين كتير، يعني قله التهديف دي مسببه قلق يعني تخليك تراجع. هو لما انا اتواجد كتير كفيرود، انا بتواجد، خلي بالك حته التواجد دي مهمه جدا، ودي كويس. موهبه من عند ربنا، خلي بالك كويس معاك، انا اتواجد دايما وتشوفني بضيع كتير. ممكن فيرو التاني ما مش هتشوفه كل ده، بس هتشوف لقطه تشوف لقطه جول، لو ما جاتش اللقطه دي جول مش هتشوفه خالص. طيب
احنا شفنا الموضوع جميل. خلي بالك هو احنا هو ازارو تحركاته كويسه قوي، بيتحرك كويس ويمكن بيهد السرد باكين اللي معاه بكثره تحركاته وسرعته، ودي ميزته وخطورته. لكن عايز حته على المرمى دي يكون في شيء من التركيز، انا مش لاقيها عنده ازارو يمكن من الموسم اللي فات. يعني تيجي من التمرين نقطه التركيز مش هي مش حكايه تمرين، هي حكايه اللعيب عايز او مش عايز. يعني ممكن تبقى لعيب مش فارقه معقوله، او ما انا بقول لك يعني ممكن ما ممكن بيبقى اللعيب في لعيبه كتير بتبقى ربنا مديها نعمه ومش بتحس بيها الا بعد ما تضيع منها. في لعيبه كده تمام، دوت لعيب بيوصل كتير قوي يعني وبيوصل بس اكيد هو مش سهله يعني، حتى مش قصد حتى مش هلعبها حتى باستهتار. طيب هو مش في حاجه هو مش عارف. يعني انا شايف ان هو عنده التركيز قليل، التركيز دماغه ممكن تكون مشغوله في حاجات تانية، حاسس ان هو حاجه اعلى من اللي حواليه عشان كده بيلعب. لكن اعتقد ان هو لو ركز واستغل فتره وجوده، لان النادي الاهلي يمكن النادي الاهلي جابه ويمكن ما كانش حد يعرف عنه حاجه في المغرب ودخل المنتخب، اي نعم ما كملش معاهم لكن دخل من بوابه النادي الاهلي. تمام، فدي نقطه مهمه قوي لازم يحسبها هو، ان النادي الاهلي لو ما استغلش فتره وجوده في النادي الاهلي كلاعب اعتقد ان هو هتفرق معاه كتير قوي. طب ما تيجي وده بالعكس فضل. انا هجيب لك بس نموذج. اتفضل. بالعكس علي معلول، يعني علي معلول تحس ان اللعيب ده متربي جوه النادي الاهلي. يعني دي يعني شوف لعيب جاي من مناخ غير المناخ بتاعك ومجتمع غير المجتمع وبيئه غير البيئه، لكن انت لما بتحس ان هو موجود في النادي الاهلي بتحس ان دوت ابن النادي الاهلي، ده اتمرمط في فرق الناشئين وعرف يعني ايه قيمه الفانيلا الحمراء اللي لابسها. فلحد دلوقتي ده النموذج دوت يفرحك يسعدك حتى، يعني انت وانت قاعد تتفرج بتفرح من لعيب مخرس انصاف الفرص بيقدر يستغلها اقصى ما يمكن وهو باك. لكن يمكن جاب 8 تجوان اقول لك دلوقتي مؤثرين تاثير بنسبه 90% ان الاهلي ياخد فيها الدوري. هو مسمى الباك لكن هو بصراحه مش باك فعليا، هو مش باك يعني لانه بيتواجد في اماكن ما ينفعش الباك ليفت يتواجد فيها، ومفتاح لعب في الهجومي. بالظبط، يعني انت لو انت علي معلول شلته بتحس ان الحته دي ناقصه حد او الحته دي ما فيهاش روح، فده اللي بيفرق عن لعيب لعيب. يعني اقصد يعني ايه ان ازارو ممكن الفرصه، متفهم كلامك، الفرصه تجي له احسن من كده بكتير ويستغلها، اعتقد هتفرق معاه قوي. طب تعال نرجع شويه بالتاريخ، حسام حسن اول ما طلع، حسام حسن يعني اعتقد ان هو الاكثر تهديفا في تاريخ مصر. اول ما طلع كانت نسبه التهديف بتاعته قليله جدا، كان حتى وصول المرمى قليل جدا، لكن كان بيحارب وبيجيب جوال. انا بتكلم برضو في النقاط اللي حضرتك بتتكلم فيها اللي هو الحرب على الكوره، ان انا عايز اجيب جوال، ان انا بموت عشان اجيب جول. ازارو ربنا مديله ان انا بتواجد في دايما في يعني انا متواجد عند الجول بالظبط، مش اي حد بيعمل كده والله يا زعيم. ما مش اي حد خالص، بس اللمسه الاخيره بقى هي دي. يعني انا هي دي. انا مش هقعد ابقى مبسوط ان انا بوصل للجول اكيد، لا طبعا كل أكيد. شويه اكيد، لكن لو انا عايز انا كل هدفي ايه؟ ان احط الكره هنا، لو واحد بيخلصها لي في مره واحده اللي يوصلها هناك ويحطها خلاص. ما ده الفيرود اللي بيفرق عن فيرود وفيرود بره يعني. طب يعني اصرار الاجهزه الفنيه على ازارو بالرغم من تضييع الفرص الكتيره دي، يمكن أكيد. ان مروان محسن، عايزين نبارك لمروان الاول علشان طبعا جوازه، الف 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 مبروك ان شاء الله يكون فاتحه خير بقى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طبعا يعني كلامي عليه لعيب مهم جدا، لعيب مؤثر جدا أكيد. وبيجيب اجوان بقى من انصاف الفرص حتى لو مش متواجد كتير، ان شاء الله يرجع بقوه ويبقى منافس لازارو عشان يجيب اجوان. يعني هو برده مروان ما رجعش من بعد الاصابه، هو احنا مروان احنا عارفين مروان راس حربه جامد قوي وعنده نقطه المهاره ويقدر يخلص لك الكره في لحظه تلاقيها جوه الجون، دي مميزاته. بس يمكن برضو عودته ما خدهاش برضو واحده واحده عليه، يعني اتحط من الدار للنار كده على طول للنادي الاهلي في الوقت ده كان محتاج فاضطر يدفع فيه، في نفس الوقت كان في المنتخب برضو ما فيش الا هو فاضطر ان هو ايه، فالناس بصت له ان هو برضو ايه
وهو ممكن ما يكونش لسه جاهز، فدي بتفرق عن لعيب ولعيب يعني. اكيد مروان كنت دايما اقول عليه ان هو كان لسه مسجون في سجن كوبر الدفاعي، تحرر منه واحده واحده وبدا يستعيد ذاكره الاهداف، لان كان كل المطلوب منه ايام منتخب مصر اكيد حضرتك طبعا يعني سيد اللي عارفين ان هو دايما دوره دفاعي قوي قوي، حتى لما اتصاب كان بيتصاب وهو بيدافع مش هو بيهاجم في افريقيا لو تفتكر رباط. ما انا بقول لك يمكن حته اللي بعد ما بعد الاصابه بقى اللي جات له دي يمكن لسه برضه فيها، لكن انا متوقع ان مروان ان شاء الله الموسم دوت عنده فرصه كويسه، عنده فرصه ان يرد على كل من شكك فيه كراس حربه مصر، او اعتقد ان هو قادر على ده كويس قوي، وعنده فرصه كويسه قوي السنه دي، وان شاء الله اعتقد ان هو يبقى هداف الدوري باذن الله. ان شاء الله باذن الله يكون وش الجواز عليك حلوه مروان ان شاء الله، وتيجي تكسر الدنيا تاني ويبقى في منافسه دايما منافسه شريفه. لكن لو حضرتك يعني الفرصه اتاحت لحضرتك انك تقعد مع لعيبه النادي الاهلي، هتقول لهم خلي بالكم من ايه في مباراه بيراميدز؟ لا يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي ضعيفه في ديفنس النادي الاهلي بالتحديد الكوره العرضيه. يعني انا بحس برضو ان الكوره العرضيه بتسبب خطوره على مرمى النادي الاهلي، خاصه لو حصل سوء تفاهم او عدم انسجام ما بين حارس المرمى والسرد المكان اللي قدامه. دي بتسبب يمكن اغلب الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي بتلاقيها جت من المنطقه دي بالذات. احنا عندنا دلوقتي رامي بيجيد، عندنا متولي بيجيد الكرات العرضيه. متولي يعني مش هنقدر نحكم عليه دلوقتي لما يلعب ماتشين ثلاثه كده نقدر نشوف. ايه رايك في الصفقه نفسها؟ برضه مش هقدر احكم لك عليها اول لما اشوف، لان في النادي الاهلي فانيلا تقيله قوي، اللي بيلبسها لازم يعرف قيمتها وحجم المسؤوليه اللي عليها. يعني ممكن في لعيبه ما بتبقاش متعوده على الضغط العصبي والنفسي اللي عليه ده طول الموسم، لان لعيبه النادي الاهلي ملزم كل مباراه ان هو يكسب. ده في التمرين لازم يكسب. ما انا بقول لك لازم يكسب، لازم البطولات لازم تجيبها. في لعيبه في انديتها بيبقوا ستار كبار قوي في الفرقه، لكن ما عندهاش النقطه دي، فالنقطه دي تلمسها لما من اول 10 دقايق لعبها فنيه النادي الاهلي، بتحس ان اللعيب دوت يستاهل ان هو يلبس فنيه النادي الاهلي ولا، بغض النظر عن ان هو اللاعب ماشي كويس قوي مع فريقه او لا يعني. تمام. غير الحاله الدفاعيه او الكرات العرضيه متخوف من ايه تاني؟ لا مش في الوقت الحالي مش متخوف الا النقطه دي ونقطه اضاعه الاهداف من ازاره. تمام. لو اتظبطت بنسبه هقول لك 50% يبقى النادي الاهلي يكسب كتير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ازاره ان شاء الله. ان شاء الله. دايما انا عندي قناعه شخصيه ان اللي بيوصل وبيضيع كتير هيجي له وقت في الاوقات ان هو يبقى اكيد بقى كويس. عندنا نموذج كان في لافيو كان ما كانش بيحرق جون اصلا، يعني حتى مناش بيشوف عند الجون اصلا، كان في ماتش الزمالك كان عايز يجيب جون وخلاص، فجت له ضربه جزاء فشاطها ضيعها كمان بالظبط. لكن بعد كده كانت فتحت خير عليه يعني. بالظبط. ان شاء الله تكون مباراه، يا رب ان شاء الله تكون مباراه يعني على لعيبه النادي الاهلي سهله، بس بالتركيز وبالاصرار زي ما الاستاذ عادل يعني الناقد الرياضي الكبير بيتكلم. مباراه على الملعب صعبه قوي، لكن ان شاء الله الاهلي يسهلها على نفسه بالاصرار بالعزيمه بالصفقات الجديده بالشكل اللي احنا شايفين النادي الاهلي والاصرار بتاعه باذن الله تكون مباراه سهله نوعا ما. شكل الاهلي الافريقي في البدايات طمنك ولا محتاجين شغل اكتر افريقيا علشان نحصد البطوله الاغلى لجماهير النادي الاهلي؟ لا هو بصفه عامه مع البدايه يعني مطمن شويه بالنسبه للنادي الاهلي، بس خصوصا كمان انت عندك لعيب جامد قفشه لو هيفرق جامد مع صالح. مع يعني من لعيبه يعني عندهم كره عاليه قوي، بيدافع كويس قوي، بيهاجم كويس قوي، صانع العاب هايل، لاعب كره متكامل في النوم في المنطقه دي بالظبط. انا بقول لك فده هيفرق معاك قوي يعني. انا شايفها ان دي من ضمن الصفقات يعني العاليه قوي او الجامده قوي اللي هتفيد النادي الاهلي كفرقه الموسم دوت. ينفع نلعب قفشه وصالح؟ ينفع، ما فيش حاجه اسمها ما تنفعش الا لو اللاعب هو نفسه مش عايز يعني. جميل لو عارف جميل. لا يعني اصل ما فيش حاجه يعني انت لعيب كوره يعني لو عندك الاثنين دول يا زعادل هتلاعبهم ولا هتختار الاحسن لكل مباراه؟ على حسب مستواهم الاثنين
وتنفيذ للتعليمات والالتزام. لو الاثنين ملتزمين وبينفذوا اللي بيتقال لهم مفيش مشكله لو اتلعب اتنين جنب بعض. لكن لو في واحد عنده نقطه ضعف شويه في نقطه مثلا في الدفاع مش هيفرق معاك في الدفاع، اعتقد انت في الوقت دوت تحط الجاهز واحد وتبقى الثاني يقعد بره على دكة البدلاء. طب لو عندك قفشه، خلينا نتكلم بصراحه يعني، لو عندك قفشه كان لعيب مكسر الدنيا مع انبي مع بيراميدز، حسم لقاءات كتير جدا مع بيراميدز وانبي ايضا كمان، لو عندك في الوضع اللي احنا فيه ده تلعبه مع فرقته في اول مواجهه يلعب مفيش مشكله خلاص، انت نقطه ان هو هتستفيد منه ولا هتبقى أكيد. انت كمدرب متخوف شويه؟ متخوف من ايه؟ اصل انت عندك لعيب وشافه انت يعني انت واثق فيه امكانياته ولا مش واثق؟ ودوافعه كمان بالظبط، فانت بتدي له مباراه زي دي خلاص. نقطه بيراميدز دي كانت ماضي وانتهى بالنسبه له، هو دلوقتي الولاء للفانيلا اللي لابسها في ظل الاحتراف. كان كان هيموت ويجي نادي الاهلي بالظبط يعني كده يعني نقطه فكون ان هو ممكن تاثر معاه على الجانب النفسي، لا ممكن الجانب النفسي يبقى اعلى ان هو يتالق في مباراه زي دي. واعتقد انهم لعيبه قفشه، انا شايفه ان هم من اللعيبه نوعيه علي معلول كده، ان لو جات له فرصه مش هيقدر مش لعيب لعيب تقيل قوي بس بيلعب في مكان برضه صالح جمعه. يا صالح عمال بيقول لنا يا جماعه ما ينفعش، يبقى ما فيش مشكله يعني انا ما ينفعش اقعد خالص. صالح ما شاء الله عودته كانت كويسه قوي، لعيب امكانياته عاليه قوي، بس اللي مطلوب من صالح جمعه قد كده 30 مره. ليه؟ لان احنا عارفين امكانيات صالح جمعه ايه. جميل قوي، تطلب حسب الامكانيات. لا بس ده عشان يدي اللي هو عايزه الجمهور من مستوى، يبقى لازم صالح يدوس على نفسه شويه في التدريب، يتدرب اكتر، يشوف هو ايه اللي ناقصه ويعمله بعد التدريب. ده اللي بيفرق اللعيب عن اللعيب. هو دايس بصراحه في التدريب، فنتمنى ان نشوفه دايس، لان صالح جمعه يعني خسروا منتخب مصر قبل النادي الاهلي في الدوره اللي فاتت دي بالظبط، لانه كان نوعيه من اللعيبه كرتها عاليه قوي، اللي في ثانيه ممكن يوصلك للجون. ده في جزء من الثانيه بالظبط كده، في جزء من الثانيه. دلوقتي طبعا اكيد حضراتكم عارفين تشيلسي والليفربول في كاس او نهائي كاس السوبر الاوروبي، هنرجع على طول بس لازم اخد رايك، مين اللي هيكسب؟ يعني احنا انت عارف ميولنا والعاطفه كلها مع محمد صلاح، بس مين اللي هيكسب على الارض؟ لا ليفربول قتل. ليفربول؟ مش عارف حاسس ان تشيلسي هتعملها ليه النهارده؟ يعني ما اعتقدش ان شاء الله ليفربول يكسب. ان شاء الله باذن الله. تعال نرجع للاهلي والاداره، الصفقات في النادي الاهلي والصفقات كانت في الاماكن اللي عايزها النادي الاهلي، ولا كان النادي الاهلي محتاج صفقات اكتر من كده؟ لا انا مش شايف في النادي الاهلي مش محتاجها، بس كنت اتمنى برضو ان يشوفوا راس حربه برضو. انت حاطط وليد ازارو في دماغك على فكره. لا مش عشان وليد، لا حتى لو وليد كويس. لا بهزر والله. لا حتى لو وليد كويس. اتكلمت على وليد كلام مقنع يعني لازم يكون عندك كراس حربه ثلاثه او اربعه كويسين قوي، بحيث ان انت ناسين صلاح. ايه رايك في صلاح محسن وزعد؟ صلاح محسن ده كنت متوقع ان هو يكون احسن لاعب في مصر من اول ما طلع في انبي، لكن ما اعرفش كثره الاصابات وبرضه لقيته مش مركز قوي. لو مركز قوي هيفرق جامد قوي مع النادي الاهلي. عايز معامله يعني، عايز النادي الاهلي. احلى حاجه في النادي الاهلي ان هو بيعاملك انت كلاعب محترف. لاعب محترف انت ليك حقوقك وعليك واجبات اعملها، لكن ساعات في لعيبه بتبقى صعبه قوي تدخل لدماغها، عايزه معامله. ممكن يكون موضوع كده مع ان انا ضد القصه دي. هو انا هو اتمنى الموضوع مش هيكون كده يعني، ما يكونش كده. ليه؟ لو الموضوع كده يبقى احنا خسرنا لعيب جامد قوي، لان يعني عندنا نماذج كتيره قوي من اللعيبه اللي زي دي. اتفق معاك، انا بقول لك انا ضد وما كملوش، واللعيبه كانت على مستوى عالي قوي من المهاره والفن وكرتهم جميله يعني، من اللعيبه اللي تحب ايه الكره توصل له كل شويه، لكن ما فيش التزام او ما فيش تركيز او مش حاسس بقيمه النعمه اللي ربنا اداها له وميزه بيها عن مثلا من 100 مليون وواحد مصري. جميل قوي. اللي انت متميز كون اللي انت تلعب في النادي الاهلي دي، يعني كل واحد من 100 مليون بيتمناها، ربنا اختصك بيها، فدي نعمه من عند ربنا اداها لك، فانت لازم تصونها وتشوف اللي انت يعني
في لعيبه ما بتبقاش عايزه تسيب الملعب ومتشبثه بيه حتى وهي عندها 40 سنه، واخد بالك؟ دي النوعيه دي لازم يكون لعيبه الكره كلها كده. دي حقيقه. اللي انت كن عندك نعمه لازم، مش موضوع، الموضوع مش موضوع شهره وفلوس وعود، لا، الموضوع اللي انت بتبقى يعني قاعد كفايه اللي انت ما بتجيب جون مثلا بتفرح 100 مليون مصري مثلا، فدي نعمه برضو ربنا مديها لك، لو انت ما حافظتش عليها اعتقد مش هتنجح في حياتك بعد كده. شايف ان احنا في قطاعات الناشئين ساعات بنتصرف مع الناشئ غلط، ان احنا دايما بنحاول ان احنا نطبطب وبنحاول ان احنا حبيبي ولازم تعمل كده واصل ممكن تتعامل معاه بطريقه احسن من كده وده محتاج معامله خاصه، بعد كده بنلاقي صعوبات كبيره جدا في انت تتعامل معاه وعايز نفس المعامله كان بتعملها في الناشئين. عشان كده بقول لك التربيه في الناشئين كمدرب لازم تكون مفيدة جدا للاعب وتعرفه يعني ايه احتراف، يعني ايه ان انت تكون ملتزم، يعني ايه ما فيش حاجة اسمها اقعد هزعل، لا مش عارف مش هلعب هزعل. فشايف الموضوع ممكن يبقى ليه علاقة بقطاعات الناشئين؟ هو اكيد اكيد بيبقى ليه علاقة، لان انت في قطاع الناشئين مثلا من سن لسن بيبقى ليه محتاج معاملة غير المعاملة اللي بتاع السن الاصغر. يمكن عشان كده في مدربين كتير قوي يقول لك ده مدرب ناشئين هايل، لان ايه ازاي بيعرف يخش في قلوب اللعيبه اللي عنده في الصغر في السن الصغير دوت وهم يحسوا ان هو صاحبهم او اخوهم الكبير، يعني بيبقى فيه الفه. المدرب اللي بيعمل الحته دي بيبقى بينجح في عمله. طب يعكسها ازاي بقى على ان هو يفيد اللعيب ده؟ اعتقد ان هو لو وصل للنقطه دي يبقى اللعيب بيسمع كلامه، يعمل كذا يبقى تعمل كذا، لا انت عشان تبقى توصل لمستوى اعلى لازم تعمل كذا كذا كذا. طب كذا. لو قابل بقى مدرب بعد كده اللي هو شغله وانا عايزك تشتغل انت كمحترف، هيبقى عنده صدمه ان انا دلوقتي صاحبت اللعيبه كويس وخلاص بدات اوصل لدماغهم وبدات اديهم اللي انا عايزه، هم متقبلينه عشان هم بيحبوني. دي نقطه. النقطه الثانيه ان في مدرب لا انت انا مش عايزك تحبني، انا عايزك تشتغل وتتعلم وتبقى لعيب ناجح ولعيب تتفهم اللي بيتقال لك بعد كده، لان المدربين مش هيبقوا بنفس الشخصيه بعد كده في قطاعات الناشئين. يعني انا مثلا 15 سنه مدرب مش زي مدرب 17 سنه، مش زي مدرب 20 سنه، مش زي مدرب 10 سنين، كل مدرب ليه شخصيته. فلازم نوحد او نوحد المعامله في قطاعات الناشئين، ولا زي ما حضرتك بتقول كل مدرب يبقى ليه مدخله؟ لا ما لا كقطاع زي قطاع الناشئين في النادي الاهلي لازم، لا انا بتكلم في العموم يا وزعي. في العموم على حسب برضو يعني انت لو احنا اتكلمنا في قطاع النادي الاهلي هيختلف عن انبي، هيختلف عن المقاولين. قطاع النادي الاهلي مثلا بتربيه ان هو ازاي ما يخافش في الاول، الجماهير لو لعبت في ملعب تاني ما تخافش من جماهير الفريق المنافس ليك. جميل. لازم يكون عندك شخصيه في الملعب، بتطلع لمرحله تانيه ازاي تطور من ادائك عشان توصل للفريق الاول. جميل قوي. فبتبدا مع حته حته. في انديه ما تفرقش معاهم ان هو مثلا حته الجماهير، اللاعب يبقى نازل خايف او مش خايف. انا اعمل لك شخصيه انت كلاعب. بالظبط. شخصيه النادي هي دي بقى، هي دي يا استاذ. بعد كده انا بحتاج لعيب مثلا من قطاع ناشئين مثلا نادي معين ما كانش فيه الصفات اللي انا عايزها كنادي اهلي، لكن لعيب كويس قوي بجيبه نادي الاهلي، بحس بقى في الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ان هو خايف من الجمهور، مش عارف يتعامل، عايز معامله خاصه. ده اللي بكلم حضرتك فيه. لو هو عنده شخصيه هيتاقلم على الحاجات دي بسرعه، يعني لو بمجرد دخوله النادي الاهلي هتلاقيه اتأقلم على الموضوع ده بسرعة، يبقى عنده نوع من الحماس والغيرة، عايز يعني ايه الماتش ما بينتهيش الا في الدقيقة 90، يعني الجون ممكن يجي في آخر ثانية من الدقيقة 90، كل دي بيشربها بسرعة لو هو عايز. ما هي بتفرق هو عايز ولا مش عايز، ما الموضوع كله اللعيب دوت عايز يبقى حاجة ولا مش عايز. ما في 100,000 لعيب في مصر، بس اللعيبة النخبة اللي انت بتقدر بتلاقيهم مثلا 20-30 لعيب، ده اللعيب اللي عنده شخصية، عنده يعرف يعني ايه وجوده اهميته جوه الفرقة. دي بتفرق اللعيبة، الحاجات النواحي النفسية دي بتفرق في شخصية اللعيب، وشخصية اللعيب في الاخر اللي بتعكس على ادائه في الملعب. حضرتك بتتكلم في نقاط مهمة قوي، فعشان كده أنا عايز استفيد من كل خبراتك حتى أولياء الأمور اللي يسمعونا، الناس تسمعنا. الشخصية بتكتسب ولا هي بتبقى فيك من ربنا ولا بتنمى؟ وامتى بتقف الشخصيه خلاص مش هيقدر يكتسب حاجه تاني؟
لا هي شخصيه مش عايزين اقول لي هي بتكتسب، بس هي يعني انت لما بتلاقي لما بتربي ابنك بتربيه على حاجه معينه بيتعود عليها، تربيه بالظبط في الاول، تربيه تبقى عندك صاحب قرار. جميل. يعني انت برضو من تصرفاتك مع ابنك بتديله تقويم عام او تكوين شخصيته. خلينا مع مدربك، لان هو بيعيش مع المدرب اكتر ما بيعيش في البيت. بالظبط كده، بالظبط. فالمدرب هو اللي يعني ازاي بقى ايه، تعال انت الكره دي تلعبها ازاي، لا دي انت لو لعبتها كده هتبقى احسن بالطريقه دوت، طب دي السبرنت بتاعها تجري لها ازاي، طب دي تحركاتك ازاي، بتنمي الاول فكره العامه عن كره القدم في بقى في البدايات اللي هو 12 سنه و14 سنه. اعتقد بعد 17 سنه الامر بيختلف بقى، بيبقى انت اديته الشخصيه بتاعته، وقف على رجليه، وقف على رجليه، بتديله النواحي الفنيه. بعد كده في 19 بقى بتديله خريطه الحياه. تمام. في الملاعب كره القدم. تمام تمام. احنا طلعنا بره بس كان كلام مهم جدا لازم اتكلم فيه مع الاستاذ عادل امين، يعني بخبراته الكبيره جدا. لكن تعالى ارجع واقول لك، هو ينفع نقيم بطولة الدوري اللي فاتت، ينفع نقيمها ولا لا. اللي حصل فيها ما ينفعش تقيمها؟ لا لا ما تتقيمش بطولة الدوري اللي فاتت دي، من افشل مواسم في تاريخ الكرة المصرية. لو عنونتها عندك في الجريدة تعنونها بايه؟ اسوأ دوري في تاريخ الكرة حقيقي. الدوري اللي يقعد سنة ميلادية ده فشل كبير. الدوري اللي كل شوية يتوقف 30 يوم و 45 يوم بغض النظر عن الاسباب، ده فشل كبير للجنه المسابقات. الدوري اللي تبقى المؤجلات بتاعه اكتر من الاسابيع اللي لعبت، ده فشل، كل ده فشل. طب تقول لي طب ده الراجل معذور، حاج عامر معذور ان عندك ارتباطات كتيره، اقول لك لا لا مش معذور، هو كان بيستجيب لرغبات وطلبات، لان هو ما كانش شغال رئيس لجنه مسابقات، كان شغال موظف في اتحاد الكوره. وهنا في فرق لما تبقى موظف في اتحاد الكوره او تبقى رئيس لجنه المسابقات. طب احنا ليه دايما بنلوم على الحاج عامر؟ عشان هو رئيس اللجنه. طب ما في يعني، انت قصدك ان هو كان لو مثلا هو مين اللي بيدير المسابقه؟ تمام. مش لجنه المسابقات؟ لجنه المسابقات. ولا اتحاد الكوره؟ مجلس اداره اتحاد الكوره. فعليا رئيس اللي فعليا ولا اسميا؟ لا اللي قدامنا، اللي قدامنا احنا مين؟ ما احنا قدامنا فعليا وقدامنا اسميا. عايزنا طب فعليا مين؟ أنا المفروض ما أقولش رأيي. يعني فعليا كان كل عارف. طيب ماشي، لكن إحنا قدامنا مين اللي فعليا في الصورة؟ كان صاحب الصوت العالي اللي طيب ماشي أنا معاك أهو. تمام. لكن إحنا قدامنا اللي في الصورة مين؟ مين عامل. اللي بيمدح الجداول؟ الحاج عامر. الحاج عامر. يبقى الحاج عامر لو هو حاطط، لو عنده يعني البرنامج وعنده خريطة الطريق للدوري العام يعملها وتتنفذ، لو حد اتدخل فيه يا دي طريقه اللي انا بنفذ بيها، لا سلام عليكم. لكن هو لما بيحصل اللي بيحصل غير كده، اللي بيحصل الصوت العالي اللي بيعمل تدخلات مجاملات محسوبيه، كل ده شغال في الدوري العام. عشان ما فيش دوري في العام ده، احنا الدوري لسه خالص ما فيش اسبوعين ثلاثه بالظبط. يعني ده بالزبط. طب انت تعمل اعداد امتى بالظبط؟ طب والفرق الثانيه دي تعمل ايه؟ لا يعني لا ده فشل فشل فشل. وللاسف انا ما كنتش اتمنى ان هو يستمر في رئيس لجنه المسابقات في الموسم الجديد. هو لوحده؟ اللجنه كلها. حقيقي لا لا ده مش ده، هو ممكن يكون قبله سوء حظ. تمام. قبله عدم توفيق، قول اي حاجه. حاجات كتير جدا. لكن عشان يكمل البرنامج ده تاني الموسم اللي جاي اعتقد ده لا. وبعدين لازم يكون في التزامات. انت مش عشان تدخلني العب في انجح بطوله عربيه لازم تلزم الاهلي ان هو يخش يلعب فيها، مش لازم. لازم يكون كل نادي ليه بطولته بجانب بطوله الاهم عنده، ان بطوله الدوري عنده تمشي مظبوط. لكن هو لو هو دخل فيها هواء مش هتمشي مظبوط، هتبوظ زي ما باظت منه كده. او كان يستقيل، ده كان اكرم له، كان اكرم له، او يرفض حتى لو هم قالوا له كمل الموسم اللي جاي، لا لان هو اللي شايفينه ان هو بينفذ تعليمات جهه ما جوه اتحاد الكوره، فدوت مش مظبوط. تمام. وبالرغم من كل الحاجات دي الاهلي خد الدوري، وبالرغم من الاهلي خد الدوري طلعت ناس يقول لك اصل الاهلي ما كانش يستحق ان هو ياخد الدوري.
بمنتهى الامانه ومنتهى هو نقطه يستحق. طب يقولوا مين اللي كان يستحق؟ مش يعني انت عشان خاطر تقول للنادي الاهلي ما يستحقش ياخد الدوري؟ ماشي. طب مين اللي كان يستحق عشان نقدر نعمل مقارنه ما بين النادي الاهلي وهو يستحق ولا ما يستحقش؟ صح ولا غلط؟ هنتكلم بوضوح اكتر. هو مين اللي منافس مع النادي الاهلي كان على الدوري؟ يعني سواء الزمالك او بيراميدز او اسماعيل او ايا كان الاتحاد ايا كان. الفرصه اللي سابها الزمالك هي اللي ضيعت منه الدوري. مش الزمالك كان متصدر البطوله؟ اقول لحضرتك رايي؟ لا انا كاهلي ماشي. حضرتك رايي صح طبعا، لكن انا كاهلي اصراري وعزيمتي انا اللي خدت الدوري. ده اكيد بالظبط. ما انت لو ما عندكش اصرار مش هتكسب. بالظبط. لكن انا بقول لك ايه اللي هم بيقولوا. احنا بنرد. قصدي حضرتك لا تلومنا الا نفسك. احنا بنرد على الناس اللي بتقول ان الاهلي ما يستحقش. بالظبط. يعني دوت كان قدامه الفرصه وما استغلهاش، ما عرفش يستغلها، امكانياته كده احسبها زي ما تحسبها، مالناش دعوه بيها. تمام. فما كسبش. تمام. بيراميدز كذلك. النادي الاهلي لو تشوف انت في الدوري في اسابيع من الاسابيع كان النادي الاهلي ترتيبه 18 اخر فرق. صح؟ يكون في حد ذاته ده فرقه من ال 18 وتطلع تتصدر المسابقه وتاخد الدوري، ده في حد ذاته يبين لك عظمه الفريق ده. بغض النظر على مش عايزين نتكلم عشان ما نقولش بنتكلم على الاهلي عشان فكره الاهلي وكده، لا كون ان فرقه تعمل كده كلام موضوعي جدا. يعني كون الفرقه تعمل كده، لا دي فرقه لازم تحترم وتضرب لها تعظيم سلام. اكيد اكيد. فكرتني باجابه حضرتك دي، كان رضا شحاته بيسالوه وكان عامل الماتش فبيقولوا انت بتلعب بغل ليه كده؟ قال لهم طب ما تلعبوا انتوا كمان بغل. بالظبط كده. بالظبط صح. نفس الاجابه بالظبط. يعني انت بتلومني ان انا خدت الدوري، طب خد انت الدوري زي ما بيلومك ان انت بتجيب جون في الدقيقه 90، طب ما تعمل زي. بالظبط بالظبط. تعالى نروح لموضوع رئاسه لجنه التحكيم او تحديدا الكابتن سمير عثمان، واللي حصل او اللي بيحصل دلوقتي ليه؟ انت جبت نقطه مهمه جدا عشان الموسم الجديد. لجنه مستوى التحكيم في الموسم اللي فات من أسوأ مواسم التحكيم لو قلت لك في تاريخ الكره المصريه تقول لي. انا لو جبت حضرتك ملف في اداره الاتحاد هتقول لي من أسوأ من أسوأ. ان 30 يعني ما يقرب من 30 طاقم اجنبي يحكم مباريات في الدوري العام. يا نهار ابيض، ليه انت بتلعب كم مباراه في الموسم كله؟ احسبها لي كده عشان تجيب 30 طاقم ومن غير إيه؟ ومن غير جماهير. خلي بالك ورغم بقى. ايه ان الكابتن عصام عبد الفتاح كان ضد الاستعانه بطاقم حكام اجنبي، وكثيرا ما سمعنا هذه الاسطوانه المشروخه من قبل ما يمسك اللجنه لحد ما استقال من. ورغم كده 30 في عهده، يعني ده برضو من أسوأ عهود التحكيم بصراحة. يعني الحكم المصري اتهان، اتضرب، اتشتم، اتلعن بكرامته الأرض. ورغم ده يبقى عايز حكم بعد كل دوت، عايز حكم ينزل مباراة ويحكم وهو ده الحكم كان ممكن مسؤول في نادي بتليفون يغيره. ده لو الريبوت ممكن يتلخبط. ما انا بقول لك يعني هو مبرمج حكم يتلخبط برضه. وبعدين عمل لنا بدعه الحكم الخامس، قال لنا ان هو مثلا ان دوت هتقلل المشاكل جوه منطقه الجزاء، زادت المشاكل. يعني كل حاجه عملها كانت بايظه. فكان الوقت محتاج لدماء جديده ووجوه جديده محترمه، واحنا عندنا بصراحه وجوه محترمه من الشباب اللي هو الصاعد. يعني مش شباب يعني 20 30 لا 40 سنه كده وحلو ومثقف ومتعلم. يمكن كان على راسهم كابتن سمير عثمان. سمير عثمان ده يعني نموذج، واعتقد يعني انا وده شعوري يعني ان هو هيتعمل موسم تحكيم الموسم دوت من افضل المواسم اللي هتتعمل في تاريخ التحكيم المصري. وانا بتفق معاك. بس برضه نصيحه للكابتن سمير ان هو ما يسمعش اي كلام من بره. مش هيسمع لو حد قال له حاجه سمير. حط استقالتك موجوده على انا عارف شخصيه سمير كده. لانه كان لما كنا ماسكين يا جماعه استاد الملعب الاهلي قبل طبعا ما يجي النجم اسلام الشاطر،
كان معايا بيطلع معايا بعد الماتشات مش عايز اقول لك كان بيتكلم ازاي يعني. لو هو بنجيب حاله تحكيميه يقول لي لا بصراحه دي ضربه جزاء على الاهلي بصراحه دي فاول، فانا كنت بقعد انقر فيه بقى ان احنا ايوه لا لا سمير بنقول الحق ده بجانب الناحيه الفنيه كمان ايه على مستوى الثقافه مثقف جدا جدا متعلم وعاقل ورزين في مركز محترم في احد البنوك بيتكلم لغات يعني نموذج واجهه مشرفه للتحكيم لو ما استفدناش منها يبقى عليه العود في التحكيم المصري ان شاء الله نستفيد ان شاء الله باذن الله. ال الدائره اللي حواليه ليه بقى يعني كل الشكوك اللي حواليه دي ليه وليه كده ما هو يعني هدف ما هو برضو في جبهه بتحاول تكسر فيه لمجرد ان هو كان بيحلل في قناه النادي الاهلي فده من ضمن الجبهات اللي بتحكم فيه او هي الجبهات اللي بتبرر فشل مسبق ليها يعني. طب ما يجيبوا الحالات التحكيميه اللي حللها سمير عثمان انا اتحداكم هاتوا الحالات التحكيميه اللي حللها سمير عثمان هنا في قناه النادي الاهلي وكان فيها اي مجامله للنادي الاهلي بل بالعكس ده كان بيجي على النادي الاهلي على طول والله لا انا ساعات بخرج من الاهلي اقول له انت بتيجي على النادي الاهلي ليه؟ يقول لي والله ما باجي انت بس متقلق عشان انت لان هو يعني دوت البني ادم اللي هو بيحترم شغله يعني هو جاي كمحلل لالعاب معينه فبغض النظر دي ضد او مصلحه النادي الاهلي فبيقولها سمير عثمان شخصيه جميله ويمكن دي من الحاجات اللي حسيت اللي ايه اللي ممكن يكون فيه بصيص امل ان احنا نجيب عناصر كويسه وكنت اتمنى ان لجنه المسابقات تبقى في نفس الوضع ويجيب برده واحد من الوجوه الجميله كده الصغيره يقدروا يجيبوا هو الموضوع مش كيمي يعني الموضوع في منتهى السهوله حط لوائح حط جدولك ونفذه 1+1=2 بس. ان شاء الله يعني الوقت جري معاك بسرعه جدا واخر سؤال اساله حضرتك قبل ما اختم مع حضرتك اللقاء الممتع ده الاعلام الرياضي او الصحافه الرياضيه بشكل عام سواء مكتوبه سواء مسموعه سواء مقروءه شايفها ازاي؟ ولو مش عايز تجاوب ممكن اعافيك على فكره. لا مش حكايه مش حاجه حكايه الاعلام ده جزء من نكبه الرياضه المصريه في مصر يعني للاسف الشديد خاصة ان الاعلام بقى متلون بقى الميول واضحة المجاملات فيه فجة قوي بغض النظر عن المصلحة العامة. شايف الموضوع صعب؟ الموضوع مش صعب الموضوع بس لازم يكون عندنا نقطة حب البلد او المصلحة العامة عن المصالح الشخصية لو فضلنا المصلحة العامة كلها اعتقد ان احنا ربنا يوفقنا في الاختيارات في كل حاجة يا رب. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن ميدو سعيد اللي بوجودي معاك وانا كنت اسعد والله ربنا يخليك يا استاذ عادل امين الناقد الرياضي الكبير كان ضيفنا في الاهلي الليله ان شاء الله نكرر معاه المقابله تاني باذن الله نتكلم معاه في مواضيع اكتر من كده كان معاه اسئله كتير لكن الوقت فعلا جري هيكون معاكم بعد الفاصل النجم الكبير كابتن خالد العوضي وضيوفه الكرام دايما بتشرف بيكم واشوفكم بكره على الف خير ومع الف سلامه. كل سنة وانتم طيبين كل سنة وكل مشاهدي قناة الأهلي وجماهير الأهلي طيبة وبخير وعيد أضحى مبارك وأكيد اللحمة والفتة كانوا عاملين عملية جامدة جدا مع كل الناس لكن دايما قناة الأهلي دايما بتواصل مع جمهورها وبتواصل مع مشاهدينها عبر قناة الأهلي في الأعياد وفي المناسبات وطول الوقت الحمد لله فكل سنة وانتم طيبين. الموسم بدأ يعني بيشد حيله لكن كلها كل النادي الاهلي فترات اعداد ومعسكرات وتدريبات كلها بدايه عشان يوصلوا للدوري ويبداوا دوري ويبداوا جمهوريه وكل الفرق النادي الاهلي شد حيلها جدا جدا واخدين اجازه الاسبوع ده لكن من الاسبوع الجاي هتلاقي الاهلي تاني خليه نحل في كل الملاعب علشان يستعدوا للموسم الجديد الموسم المهم بالنسبه لنا والموسم اللي احنا عايزين نعد فيه بطولات ونزود دولاب بطولات النادي الاهلي وكؤوس وارقام ان شاء الله باذن الله يكون موسم 2019 2019 و2020 موسم قوي جدا بالنسبه للنادي الاهلي باذن الله في الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه. نروح لاخبارنا النهارده معانا ثلاث اخبار منتخب كرة اليد أو اتحاد كرة اليد أو منتخب كرة اليد مواليد 2000 بالتحديد اللي بيوصل دور الثمانية اللي بيفوز النهاردة على منتخب سلوفينيا القوي والعنيد فعلا مباراة مهمة منتخب اليد ماشي بخطة ثابتة منتخب لأول مرة في تاريخ كرة اليد
فمصر يكون ثلاث منتخبات مصريه، منتخب الدرجه الاولى هو الفريق الاول بيخش دور الثمانيه، منتخب مواليد 98 برضه بيخش دور الثمانيه لكن بيوصل الى ثالث العالم، ومنتخب 2000 النهارده بيوصل لدور الثمانيه. ما شاء الله تاريخ قوي جدا في كره اليد. سعيد جدا جدا ان انا من الاسره دي، وفعلا كرة اليد مفرحة الناس جدا جدا جدا. كسبوا النهارده سلوفينيا 30-23، وبكره ماتشهم مع ايسلندا الساعة 6:30 بإذن الله، مباراة مهمة، مباراة قوية لدور الأربعة. منتخبنا بيضم بنصوفه 4 لاعبين: عبد الرحمن حميد حارس مرمى العظيم والرائع، ما شاء الله على حراسة مرمى النادي الأهلي، الرقم 1 عصام الطيار، عبد الرحمن طه 98، وعبد الرحمن حميد مواليد 2000، والنهارده بياخد احسن لاعب في المباراه ياسر سيف ومهاب سعيد وعمرو عطيه. فعلا الف مليون مبروك لاسره كره اليد المصريه، وباذن الله تتوج باذن الله بميداليه. بنبارك ليهم كلهم وباذن الله يفرحونا بكره ويوصلوا دور الاربعه. برضه منتخبات مصريه والنادي الاهلي ورباعي سيدات الاهلي في كره السله بيوصلوا لربع النهائي، قدروا يكسبوا النهارده فريق الكاميرون. فريق الكاميرون فريق قوي جدا جدا جدا، كان النادي الاهلي عفوا منتخب مصر لعب في المجموعه خسر مباراتين، لكن النهارده المجموعات خدوا اول من كل مجموعه اول اربع فرق او اربع منتخبات، وبعد كده لعبوا كروس بين الثاني والثالث، والنهارده مصر بتفوز على منتخب الكاميرون. اعتقد ما فزناش في بطوله السيدات في كره السله من زمان جدا، يكسبوا 68-63. منتخبنا بيضم 4 لاعبات من النادي الاهلي: سرايا محمد وهاله شعراوي ونوره علي طلعت وجنه مصطفى. بكده منتخب مصر هيقابل بكره منتخب موزمبيق في دور الثمانيه، وللعلم اول 6 فرق من 8 فرق اللي وصلوا لدور الثمانيه هيتاهلوا يلعبوا دوره ثانيه اللي يتاهل فيها الاولمبيات وكاس العالم. نتمناها باذن الله موفقه لمنتخب كره السله سيدات. هنستمر مع كره السله وجانا ايهاب الالفي بتنضم لمعسكر في افريقيا او منتخب افريقيا لمعسكر الان بي اي. ما شاء الله عليها جانا تحت 14 سنه وشاركت مع منتخب افريقيا في معسكر دولي لاحسن اللاعبين الصاعدين، اختاروها من احسن اللاعبين الصاعدين. الان بي اي عامله مشروع كبير في افريقيا فاختاروا جانا ايهاب الالفي من ضمنهم. المعسكر ده عشان برنامج للمواهب الصاعده وبيشرف عليه الاتحاد الدولي بعد اختبارات كبيره جدا ودقيقه جدا بتحصد او بتعرض لها اللعيبه في كل الاتجاهات. جانا احتلت صداره قائمه اعلى لاعبات تسجيل النقاط بعد ما حققت 14 نقطه معدل في مباراه واحده، وكده جت بعدها لاعبات من كندا والصين. ما شاء الله عليها جانا ايهاب الالفي، بنبارك لها وان شاء الله كلهم باذن الله نتمنى لهم التوفيق في المرحله القادمه. خلينا نخرج لي يعني بعد اخبارنا، خلينا اعرفكم النهارده يعني هيكون معايا نجم كبير، نجم فعلا أسرى في ملاعب كرة اليد النادي الأهلي والمصرية والعالمية في كل الاتجاهات. في البلاد العربية يعرفوه كويس جدا، الأفريقية الأوروبية في العالم كله، حط اسمه وحفر اسمه بذهب، باسم فعلا بحروف من ذهب في كرة اليد العالمية. ليه حط 15 جون في مباراة واحدة كأس العالم في جينس ريكورد بيتكلموا عليه ومكتوب اسمه، وده فخر لينا كلنا. النهارده هيكون معانا نجم فعلا قوي جدا جدا، ما صدقنا نلاقيه، يا دوبك رجع من فرنسا مسافر بكره، فاضطرينا ان النهارده لازم يكون معانا على الهوا معانا ان شاء الله باذن الله نجمنا الكبير كابتن سامح عبد الوارث اللي بقاله باع كبير جدا قاعد في فرنسا وما نزلش مصر. اول ما نزل مصر مسكنا فيه وقلنا له انت ابن النادي الاهلي لازم تكون مشرفنا ومنورنا في قناه الاهلي. خلينا نخرج تقرير عن نجمنا الكبير كابتن سامح عبد الوارث وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نبدا معاه الحوار والحديث عن احترافه واصابته وحاجات كتيره جدا. سامح عبد الوارث اول مره على شاشه قناه الاهلي. هو أحد أمهر اللاعبين في كرة اليد العالمية بوجه عام، وأحد الأساطير في كرة اليد المصرية بوجه خاص. قدم خلال مسيرته الاحترافية مستوى مميز ورائع، مما أدى إلى إعجاب وإبهار العديد من المدربين واللاعبين والمتابعين للعبة. هو سامح عبد الوارث أحد أيقونات كرة اليد المصرية على مدار تاريخها. سامح عبد الوارث
من مواليد 3 أغسطس عام 1971 بحلوان، بدأ مسيرته مع عالم كرة اليد عن طريق نادي التصنيع الذي التحق به بعد ممارسته للعبة في أحد مدارس حلوان. قدم عبد الوارث مستوى مميز مع فريقه وقاده للتتويج بلقب بطولة الجمهورية تحت 17 سنة على حساب العديد من الأندية البارزة والقوية حينها. ثم بدأ اعتماد مدربه في نادي التصنيع الكابتن شعبان الأنور الذي صعده للعب في 3 مراحل عمرية حتى وصل للعب في الفريق الأول، وهو ما ساعده على الانضمام للمنتخب الوطني الأول. مع تألقه اللافت للأنظار حرص مسؤول نادي الأهلي على ضمه لصفوف الفريق الأحمر عام 89 ليقود القلعة الحمراء ومنتخب مصر وهو في 18 من عمره، حيث أنه كان يجيد اللعب في جميع مراكز الخط الخلفي وأبدع بها جميعها، وكان أهم لاعب في منتخب مصر في ذلك الوقت. قدم عبد الوارث أداء مميزا مع الأهلي خلال سنوات لعبه داخل جدران القلعة الحمراء، ووصله العديد من عروض الاحتراف قبل أن ينتقل للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان مع نهاية موسم 96-97 لمدة موسمين، ليصبح أول مصري يحترف بالدوري الفرنسي، وكانت هناك بعض المحاولات لتجنيسه. مع استمرار تألقه سواء مع النادي أو المنتخب، تعرض أفضل ظهير أيسر في العالم عام 97 للإصابة هي التي عطلته عن التألق لمدة موسم قبل أن يتعافى وليصبح جاهزا للعب مرة أخرى، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن فيصاب عبد الوارث مجددا في نفس موضع الإصابة السابقة، مما أثر على مستواه البدني على وجه التحديد. وبالحديث عن أبرز إنجازات نجمنا اليوم، نجد أنه حصل على أفضل هداف في بطولة العالم عام 97، كما أنه حقق في بطولة العالم عام 93 رقما قياسي بتسجيل 15 هدفا في شباك رومانيا ليسجل اسمه بحرف من نور في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك كأكبر مسجل للأهداف في مباراة واحدة في بطولات العالم لكرة اليد قبل أن يتألق من جديد مع الفراعنة في بطولتي 95 و97. توج عبد الوارث مع منتخبنا بذهبية دورة الألعاب الإفريقية عام 91، وفي نفس العام حصل منتخبنا على لقب بطولة إفريقيا للكبار قبل أن يحصد البطولة نفسها في العام التالي. كان مسك الختام مع البطولات القارية عام 2000 التي حمل فيها نجم الأهلي شارة القيادة للمنتخب، وحصد منتخبنا اللقب على حساب نظيره الجزائري. كما حصد عبد الوارث مع منتخبنا فضية دورة ألعاب البحر المتوسط عام 91 باليونان، وبرونزية بطولة العالم للقارات العظمى 7 عام 2001 بالسعودية. وبعد تقديمه لمسيرة حافلة بالأرقام المميزة والإنجازات الكبيرة، قرر عبد الوارث توديع ملعب كرة اليد عام 2006، وكان ذلك على الأراضي الفرنسية. لقب نجمنا اليوم بالعديد من الألقاب، ومنها الفتى الطائر، فراشة كرة اليد، الغزال، لما كان يتمتع به من رشاقة ومرونة يستطيع من خلالها المرور من أصعب الدفاعات الصلبة والقوية، كما أنه كان يمتلك يدا فولاذية تسجل من مسافات بعيدة، إضافة إلى أن التصويبات كانت دقيقة وقوية للغاية. سامح عبد الوارث الغزال، أحد أساطير كرة اليد العالمية، الذي أبهر حراس ومدافع العالم بأهدافه الخارقة. ما شاء الله عليه، أسطورة، أسطورة فعلا في كرة اليد. فعلا أنا واحد من الناس سعيد جدا جدا هو معايا النهاردة. أنا اتشرفت أن لعبت معاه في جيل كبير جدا في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وفعلا فرحان ومبسوط بيه. أنا عارف أن الحلقة النهاردة جاية مع ماتش كورة، لكن كنا لازم نقابله ولازم نتكلم معاه، لأنه هو بكرة إن شاء الله بيرجع تاني لفرنسا. خلينا نرحب بنجمنا الكبير وأسطورة كرة اليد كابتن سامح عبد الوارث، منورنا ومشرفنا وسعيد جدا جدا أن أنت معانا النهاردة. أهلا بيك وأهلا بالناس المشاهدين كلهم. بجد يا كابتن سامح، يعني
بقالك كتير قوي الناس يعني تعليقات. خلي بالكم احنا هنتواصل معاكم على السوشيال ميديا على الفيسبوك الاهلي، الاهلي قناه الاهلي او الاهلي تي في، قولوا كل اللي انتوا عايزينه. انا شفت تعليقات سريعه جدا، الناس كلها بتتكلم على سامح عبد الرئيس، انت فين وفين الاسطوره ده من زمان. وفعلا يا سامح الناس كلها عايزه تعرف سامح عبد الرئيس فين دلوقتي بعد ما كان نجم من نجوم كره هدف النادي الاهلي. هو قاعد في باريس تحديد وشخص عادي زي مفيش رياضه مفيش رياضه متابع للنادي الاهلي بالاخص لكره اليد عامه في الشغل والبيت. سامح ما كانش حد ممكن يتخيل ده من زمان، انا نفسي شخصيا واحنا بنلعب مع بعض ما كنتش متخيل ان ممكن سامح عبد الوارث يبعد عن مجال الرياضه. لكن خلينا نرجع لتاريخ سامح عبد الوارث وبداياتك بقى في حلوان والتصنيع ونادي التصنيع. عايزين نعرف، الناس عايز تعرف سامح عبد الوارث راح كره اليد ازاي، لعب ازاي هاندبول. والله انا بديت في نادي الهيئه العربيه للتصنيع كبدايه، وكبدايه للعبه اصلا ابتديتها في المدارس عن طريق الاصدقاء في المدارس. كنا عملنا فرقه. كنت في المدرسه هنا؟ طبعا. اتفضل. فابتدينا نعمل فرقه، نجمع فرقه مع بعض يعني. مين بدا يلم الموضوع ده كابتن سامح في المدارس؟ كان زمان بيروحوا المدارس كان ويختاروا كان خلال. معايا كان معايا كان معايا لعيب دلوقتي هو كابتن محمد السعيد. طبعا ده اخو زميل وعشره سنين يعني. طبعا هو يعني هو تقريبا هو السبب الرئيسي في ان هو يجمعنا. كان عنده هو كاريزما كده وشخصيه كده جميله يعني. فجمعنا وابتدينا عايزين نتدرب، فروحنا نتدرب في نادي التصنيع. كويس. فقابلنا مين؟ كابتن شعبان الانوار. كويس. لقينا مجموعه كويسه، فطبعا هو بعين المدرب بعين الاداريه بتاعته هو راجل محنك وذو خبره كبيره. طبعا. فعرض علينا ولعبنا فعلا في نادي التصنيع وبقينا فرقه. وابتدينا تدرجنا الترتيب في سنين، واتمرنا مع كذا مدرب هناك، مدربين كتير برضو، وهو كان هو كان البدايه معاه. وطلعنا بقى طلعت وكسبت انديه كبيره، هنتكلم وكسبت الاهلي كمان وكسبنا الاهلي وكسبنا مفيش مشكله. لكن خلينا نرجعك شويه سامح برضو. ايش معنى كره اليد؟ يعني ايش معنى هاندبول؟ انا بص، انا في حياتي عامه الحاجه بتختارني، انا ما بختارهاش. عمرك ما اخترت حاجه؟ انا عمري ما اخترت حاجه في حياتي. كل حاجه دايما هي اللي بتختار. كل حاجه بتختار. اختارتك ازاي؟ اختارتك انت رحت الملعب وبقيت تلعب؟ انا لا، هو يعني انا كنت في لما كنت في المدرسه انا يعني صديق معايا، احنا الزملاء اصدقاء اولاد مع بعض، قال لي تعالى تلعب هاندبول. قلت له يلا نروح نعمل فرقه عشان بس. نروح نلعب. من هنا ابتدينا رحنا نتمرن، لان لقيت نفسي في فرقه، في بلعب في فرقه. بعدين لقيت نفسي في منتخب ناشئين، لقيت نفسي بكسب بطوله جمهوريه على مستوى الجمهوريه، لقيت يعني اخذت السلم كده بقى مع كابتن شعبان في التصنيع. بالظبط. نقلوك جيت ازاي النادي الاهلي؟ كسبتنا مظبوط كده ولا ايه؟ لا هو طبعا بعد ما خدنا بطوله الناشئين 17 سنه تدرجت، ابتديت العب في ثلاث مراحل اللي هي كنت 17 بلعب اللي هو المرتبط دلوقتي 19 والدرجه الاولى. في الفتره دي النادي طلع، كان في الممتاز به، طلع ممتاز الف وبدا يلعب في الدوري المحترفين يعني دلوقتي. كويس. فزي ما تقول ابتديت بقى يعني طلعت يعني بدا بقيت اظهر بقى، ده سامح الصغير اللي هو كان لسه ناشئ ابتدى يلعب على المستوى الولاد الكبار. دخلت منتخب مصر. دخلت منتخب مصر عن طريق تصنيع ودخلت منتخب مصر عن طريق انا نادي. كنت في منتخب مصر اما كنا مع بعض بالظبط. فطبعا دخلت، كنا بطوله الناشئين اللي لعبناها هنا في مصر اللي كسبناها بطوله افريقيا كان في نادي الزمالك. اللي كانت في نادي الزمالك بالظبط اللي لعبناها، وكانت مع الكابتن جمال شمس الله يرحمه رحمه الله عليه. كسبناها ومن خلصت البطوله على طول في النادي الاهلي الموسم اللي بعده. على طول جيت النادي الاهلي عشان اصحابك في النادي الاهلي ولا جيت النادي الاهلي؟ طبعا انتوا كلكم اصحابي. يعني انا لا طبعا مع احترامي لنادي الزمالك وهم اصحابي برضو لعيبه نادي الزمالك الكباتن الكبيره، بس كنت انا اهلاوي يعني. انا اهلاوي من النخاع يعني، من قوه من جوه من كل حاجه.
من كل حاجه، حتى عندي العيله كلها اهلاويه يعني. ما بتهزرش في الاهلي؟ ما فيش هزار. اول برنامج من تقريبا عندي دلوقتي 15 20 سنه اطلع فيه هو النادي الاهلي. هو كده طب خلينا بص يا سامح، لازم اخد، بص يا جماعه لازم اخد تعليقات، لان التعليقات حلوه جدا لكابتن سامح عواس اللي هنكمل معاه التاريخ. هاني مختار بيقول لك مهاره اسطوريه وابداع وفن واخلاق وحاجه رائعه جدا، ده اول واحد. محمود سالم من شمال سينا، تحياتي محمود سالم. بيقول من شمال سينا تحياتي لاحد افضل لاعبي الجيل الذهبي ليد مصر المحترم سامح عبد الوارث. امير عبد العظيم حمد لله على السلامه، فين هو الان؟ احنا قلنا ان هو عايش في فرنسا. احمد رحومي، يا راجل عاش مين شافك، يا راجل عاش مين شافك يا عبد الوارث، انا بعتبرك افضل لاعب مر بتاريخ كره اليد المصريه. التعليقات قويه جدا، في حب كبير جدا بينك وبين كره اليد المصريه ومشجعين كره اليد المصريه. هو يمكن عشان مش عارف يعني، دي من عند ربنا يعني. انا بحسبها ان هي من عند ربنا. بس يعني تعبت كتير. تعبت كتير في المواضيع دي. سامح هسألك سؤال بصراحة. بديتها من تحت، تعبت في الهاندبول. طبعا لا ده تعبت. كان في ايام كتير لسه هنتكلم. لكن قول لي يا سامح، السوشيال ميديا النهارده تعرف سامح عبد الوارث، لو كانت السوشيال ميديا دي موجوده سنه 90 91 92 مع تطور سامح عبد الوارث، كان سامح عبد الوارث اختلف في الحياه ولا كان ايه الوضع؟ والله مش عارف ساعتها الواحد كان يعني كنت اقدر اقول انا كنت هكون فين ولا فين. بس دلوقتي اقدر اقول ان كانت هتفرق كتير، كانت هتفرق كتير قوي في بالنسبه للوضع اللي انا كنت فيه يعني. يعني مثلا على سبيل المثال في حاجات كتيره مرينا بيها في بدايه مشوارنا. دلوقتي لو كانت عندنا الامكانيات نفس الامكانيات دلوقتي كنا عملنا حاجات كتير، كانت المسؤوليه يعني. طب بص الثقافه بص نفسها. خلينا نسر التاريخ وهناخد تليفون انت شخصيا، واحنا بنتكلم كده في حديث جانبي قلت لي نفسي اسمع صوته. هناخد تليفون مهم جدا، كابتن شعبان الانور احد مكتشفي كابتن سامح عبد الوارث، وهو دلوقتي مدير العلاقات العامه بالاتحاد الدولي لكره اليد. كابتن شعبان مساء الخير. الخير. الو كابتن شعبان معايا؟ انا كابتن عوضي. ازيك يا كابتن شعبان؟ انا النهارده زي الكابتن. معانا في الهواء طلب شخصي، معانا نجم مصر كابتن سامح عبد الوارث، احد اللاعبين اللي هو اكتشفتهم على مدار التاريخ. كابتن سامح معاك يا كابتن شعبان. كابتن شعبان بهديه العيد لينا لسامح عبد الوارث. قول لي بقى عايز كابتن شعبان، وحشني كتير. انا في كره اليد. طب قول لي كابتن شعبان، ادينا بقى سامح عبد الوارث زمان في لما كان لسه في التصنيع واكتشافك وراح النادي الاهلي، راح النادي الاهلي ازاي؟ ايه الصفقه اللي حصلت وهو رايح النادي الاهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كابتن عوضي، احب ابارك لمصر والشعب المصري بالانجازات بتاعت فريق الشباب وفريق الناشئين اللي شرفوا مصر، وادوا هديه كبيره في عيد الاضحى لمصر. دي حقيقه. دي حاجه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، احب اهني جدا 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 الاتحاد المصري لكره اليد بقياده المجموعه الجميله برئاسه المهندس هشام مصر. تمام. زائد بقى ان المدرب الناشئين اللي موجود النهارده في المادة ابو المد من ضمن الفرقه بتاعت سامح، لو كانوا فرقه واحده كلهم من التصنيع يا كابتن شعبان، صح كده؟ كلهم من التصنيع. ايوه. كان الكابتن بتاعهم كان الله بقى يمسيه بالخير كابتن محمد سعيد. كابتن محمد سعيد هو قال كده بالظبط، صح. قول لي بقى ازاي يا كابتن شعبان؟ وكانت بص يا كابتن عوضي، طبعا انت انا مش هتكلم عنك انت، انك كابتن عظيم. ربنا يكرمك. والله يا كابتن عوضي، وبعدين معاك بني ادم سامح عبد الوارث من انقى الشخصيات اللي تشوفها، ويعني كان مريح جدا ما في التدريب. سامح عبد الوارث بقى يعني كان طبعا محدش يصدق ان كان بيتمرن، مثلا كان بيجي له الساعه مثلا
9 الصبح النادي. كان ملتزم يا كابتن شعبان؟ كان ملتزم في التدريب يا كابتن؟ قدم؟ كان ملتزم معاك في التدريبات؟ جدا جدا جدا. بقول لك احنا كنا بنتمرن في التصنيع. يعني كنا بنتمرن في التصنيع كل يوم بعد يعني من الساعه 4 لغايه الساعه 8. طبعا عبد الوارث كان يجي لي الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 12 يتمرن لوحده. لوحده خالص؟ خالص. لوحده يوميا، لان احنا كان احنا نادي التصنيع كان قدام مكان سكننا كلنا. يعني احنا كنا من المكان ده ساكنين كلنا فيه. وسامع عبد الوارث كان بيجي لي، واحنا انا خدت تريقه من الناس كثيره جدا على سامع عبد الوارث. الله الله الله، ده طلع احسن لعيب في العالم. تخيل سامع عبد الوارث. والله العظيم. بس يعني من اعظم الناس هو كان هو مجدي، وكان احمد سالم، بس احمد سالم اكبر منه مجموعه شوية. مجموعه كبيره. مجموعه كبيره. يعني كان يجي 10، احنا يعني نادي التصنيع طلع اكثر من 10 لعيبه لمنتخب مصر يا كابتن عوض. ما شاء الله، دي حقيقه فعلا كان بفرخه للاعبين الكبار. لكن عايزين نعرف تفاصيل انتقال كابتن سامح عبد الوارث الى النادي الاهلي، وايه اللي حصل بالظبط في الاوض المغلقه دلوقتي بقى من زمان او الكلام ده. اتفضل اتفضل. سامح عبد الوارث كان لما بقى يعني بدا ينضج، بسم الله ما شاء الله عليه. واحنا كنا خدنا كاس مصر نادي التصنيع، وكسبنا. كنا كانت البطوله بتتلعب في الاسماعيليه. سامح فاكر الكلام ده كويس قوي. طبعا طبعا، دي حقيقه. وكان معانا الزمالك، كسبناه رايح مرتين في نفس البطوله، وخدنا البطوله ساعتها. وكان مجدي ابو المجد اللعيب برضه من اللعيبه الكبيره قوي، مجدي ابو المجد اللي هو مدرب من المنتخب الناشئين دلوقتي العربي حاجه. وكان الكابتن محمد سعيد بقى الله يمسيه بالخير، ربنا يمسيه بالخير. وكانت مجموعه يعني بسم الله ما شاء الله، كانوا 7-8 لعيبه اكنهم 20 لعيب. دي حقيقه. وحاجه يعني ربنا يكرمه وسامح كده، والشباب من الشباب اللي زي الورد سامح ومجموعته، وربنا يا رب يكرمه. يا رب يا كابتن. الله يخليك يا كابتن شعبان. عاوز بقى جاله قصه للاسف. جه الاهلي. جه الاهلي ازاي بقى؟ نادي الجزيره كان عاوز سامح عبد الوارث. كويس. ونفس كنا يعني النادي كان طالب مبلغ معين، النادي الاهلي دفع المبلغ ونادي الجزيره دفع المبلغ. فاحنا لما عرضنا الامر على عرض علينا الامر قلنا لهم احنا اللي سامح عاوز يروح. بقى انا عايز اروح النادي الاهلي. توكل على الله. توكلنا على الله. كان راح بكام بقى كابتن الفلوس ساعتها؟ كان راح بكام النادي الاهلي تفتكر انت؟ 5000 جنيه بقى. 5000 جنيه ولا كور؟ كلام بسيط. كور 5000. افتكر 5000 جنيه؟ ما كانش يعني هي كانت 5000 جنيه ولا كانت كور؟ انا فاكر ان هي كور. لا 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 لا، اللعيب اللي ما راحش احنا ما كناش. بص يا كابتن عوضي. نادي التصنيع كان يعني مش عايز اقول لك مصنع شباب. دي حقيقة يا كابتن، دي حقيقة بصراحة. نادي التصنيع وشباب ايه يعني، احنا ما كناش ولا بناخد فلوس من هنا ولا بناخد فلوس من هنا. ما كانش في امكانيات اساسا. نادي التصنيع بدينا 3000 جنيه للفرقة طول السنة. 3000 جنيه واخدت في سامع ورث 5000 جنيه. كابتن شعبان ربنا يخليك لينا ويديك الصحه، ومبسوطين انت كنت معانا النهارده. وحاجه بتسعدنا دايما ان احنا دايما الكبار بتوعنا متواجدين معانا وبيقولوا لنا حاجات التاريخ بيحكي نفسه. شكرا كابتن شعبان. 5000 جنيه في سنه كام؟ 88 89 انا كنت لعيب وعارف. 5000 جنيه. وبعد كده في سنه 91 جالك عقد احتراف في باريس سان جيرمان. بالظبط. 2 مليون فرنك. 2 مليون فرنك. وما سافرتش. ما سافرتش. وقعدت تعيط معانا. قعدت مشاكل صح؟ لا اعذرني بقى، النهارده الحلقه هيطلع شاهد على العصر كويس. يعني لا فعلا سامح من 5000 جنيه بتاخد 40 جنيه في النادي الاهلي، مظبوط كده؟ 200 جنيه. 200 جنيه. 200 جنيه في النادي الاهلي. 200 جنيه في النادي الاهلي. وكنت اعظم لعيب في العالم وجالك عقد وما سافرتش. ايه اللي حصل معاك في الحياه ساعتها؟ والله هي اثرت على نفسيتي كتير. وانت كنت انت كنت من اقرب الناس ليا يعني في العصر ده، وكنا مع بعض منتخب ونادي، ويعني عايشين يعني احنا كنا في فتره الرياضه. يمكن الناس برضو اللي تعرفوا ان اللعيبه
برضو اللعيبة مع بعضها والفرقة، وإحنا بالأخص كهاندبول والنادي أهلي كنا مترابطين كتير جدا جدا يعني، حتى في عدد السنين القصير ده إحنا محققين بطولات كتيرة يعني، حققنا بطولات كتيرة، بطولات عربية، بطولات أفريقية، دوري كاس، يعني حاجات كتيرة على المستوى المحلي والمستوى الدولي كمان يعني. كابتن سامح، التعليقات كتيرة جدا، هكمل معاك بس تعليقات جالك كثيرة جدا. كابتن محمد عزيزي هندبول بيقول والله يا كابتن خالد الجيل ده اللي خلانا نحب كرة اليد كويس. وشعبان علي الأسطورة سامح عبد الناصر وحشنا وحشنا فينك من زمان. وحسن محمد بيقول كابتن سامح عبد الناصر أسطورة كرة اليد المصرية عبر تاريخها. بص تعليقات، وهشام شعبان او شاهين عفوا بيقول فينك يا فنان كره اليد مع الجيل العظيم منور مصر وقناه الاهلي. بعد كده محمد عيسى بيقول اولا مساء الخير كابتن ثانيا كل عام وانتم بخير، ثالثا لما عرفت ان سامح عبد الناصر معاك لغيت نزولي وقعدت، رابعا والله زمان يا كابتن سامح الحقيقه انا ما اظنش اني هشوفك في ملعب كره اليد حد زيك انت وياسر لبيب، بالتوفيق في اللي جاي وريت نشوفك على القناه تاني. كابتن سامح الناس فرحانه جدا بسامح عبد الوارث. وقفنا عند نقطه الا وهي انتقالك لباريس سان جيرمان والدروب اللي حصل معاك في الحياه. هو يعني هي الفتره كانت فتره اللي هي في البدايه، ويمكن ده كان في الاول برضو، كان في اول طلب النادي ليا كان كنت لسه ما استلمتش شهاده الجيش برضو، دي عطلتني كمان سنه. بعد ما خلصت الجيش لعبنا البطوله بتاعت بطوله 93 سنه 93 كانت في السويد. كانت في السويد ودي يمكن تقريبا وصلت فيها لاعلى حاجه للمستوى يعني. 93 حققت فيها تقريبا اعلى حاجه يعني مستوى. سامح عايز اقول لك على حاجه، انت لعيب باك رايت بايدك اليمين، وقفت تشول في مصر 10 سنين تقريبا بيلعبوا معاك فترات لكن مش فترات كتيره، وقعدت تلعب على ايدك اليمين، اشمعنى رحت الباك رايت والمكان صعب جدا بالنسبه لك؟ هو 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 يعني برضه قلت يعني انا قلت لك الحاجه بتختارني انا ما بختارهاش. كنا في المنتخب الناشئين احنا بتاعنا عندنا مشكله في الشول، وكان عندنا مشكله في الشول. كابتن جمال قال لك روح، وكان على طول كان كابتن جمال، وكان الله يرحمه، وكان كابتن محمد صفوت الله يرحمه، كابتن نادي الزمالك برضه كان يعني وكان يعني مدربين كتير يعني عدوا علينا في الجيل بتاعنا. فمن هنا انا حاولت ان انا اكون هناك في الباك رايت. ابتديت كان صعب وانا يعني كنت لسه ما عنديش الخبره، كنت لسه في اول مره العب عكس ايدي، كنت لسه يعني ما ابتديت اتفرج على كان في لعيب روسي بيلعب بايدين الاثنين، فابتديت اتفرج عليه برضو، حاولت ما عرفتش، كنت شويه يعني زي ما تقول ايه مش شايف الرؤيه، مش باينه قوي. مع الوقت ابتديت لقيت نفسي ان انا يعني في حاجات سهله بالنسبه لي، ابتديت العب زي ما تقول انطلقت مره واحده، لقيت ما بقتش اعرف، بقيت احب المكان ده اكتر من غيره. زي ما احنا شايفين دي في كاس العالم اعتقد، خلي بالك دي لقطات حصريه لقناه الاهلي عمرها ما طلعت، ولا انت اول مره تشوفها اعتقد صح؟ دي مباراه مهمه جدا في تاريخك بصراحه، اللي ادانا يا جماعه الحق يقال كابتن عاصم السعداني ادانا تاريخ لسامح عبد الوارث، مع ان هو في الصين لكن بعت لنا كل حاجه بصراحه سامح. كل سنه وانت يا كابتن عاصم. دي من الماتشات اللي مع الدنمارك اعتقد. دي كنا بنلعبها كلها في كاس العالم اعتقد 93 كاس العالم كده. كانت كاس العالم دي. سامح خليني اخدك لبطوله او لما جيت النادي الاهلي، لما جيت النادي الاهلي تفتكر اول يوم دخلت في النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي يا كابتن خالد، انت يعني يا جماعه النادي الاهلي احنا هنقعد نتكلم، احنا كمثلا هنقول جيل قديم شويه. لا انت مش جيل، انت جيل حالي. النادي الاهلي ده حاجه تاني، كان حلم عندك. انا طبعا انا بعشق النادي الاهلي، وكان حلم بالنسبه لي ان انا ادخل النادي الاهلي. نعم كنت انا دخلت النادي الاهلي وكلهم اصحابي، مش لسه جاي ما اعرف الناس، لا عارف. كنت عارفهم وكنت بدخل النادي وانا في نادي كنت بلعب في التصنيع، وكنت يعني كنت متعايش معاكم، كنت متعايش في النادي الاهلي، وتمنيت والحمد لله الامنيات اتحققت. واول اول دخلت يعني
الفرحة كنت طبعا لسه صغنطوط شوية يعني طبعا فالفرحة فرحة مش يعني ما تقدرش تقولها بالكلام يعني حاجة كبيرة. لما بتيجي مصر بتجري على النادي الأهلي عشان تشوف المكان اللي تربيت وعشت فيه. طبعا طبعا فيه. كل الذكريات فيه طبعا كل حاجة كل ذكريات فيه لأن حياتي كلها حياتي اللي هي الفترة المرحلة العمرية ديت من تقريبا 10 سنين من المرحلة العمرية دي كلها عديتها في النادي الأهلي. عايز أقول لك الصورة دي تفتكر الصورة دي وإيه حكاية الصورة دي معاك؟ دي الصورة دي منتخب مواليد 70 كابتن جمال شمس في بطولة أفريقيا اللي هي كانت في نادي الزمالك. دي كانت في بص كان المنتخب ده المنتخب لكن الصورة ده دي ما كانتش هناك كانت في العراق. ودي كان سافرنا دي البطوله اللي اتلعبت في نادي الزمالك دي كان في كان معسكر كنا بطوله المعسكر ده كان في العراق كان في العراق مظبوط كان قبل ما العراق تتضرب احنا كنا هناك ساعه الضرب كنا بالظبط قبل الضرب قبل الضرب رجعنا ودي كنا الجيل كنا جيل انا بس عايز اقول لكم حاجه ان كابتن سبع بوارس هو اللي واقف في النص جنب على يمينه كابتن جوهر واشرف عواض على يمينه كابتن جمال شمس رحمه الله عليه وعلى شماله اكرم وطارق لطفي خالد العودي اللي على شماله واحمد دعبس ميدو محسن سليمان محسن احمد نوح واحمد ابو رفع عمرو الكردي تاريخ ناس خلينا نرجع لبعض برضو ونقول لما جيت النادي الاهلي ورحت بطوله قويه او اهم بطولات سمع بوريس في النادي الاهلي بطوله البطوله العربيه كانت اول بطوله مع كابتن محمد عبد المعطي كابتن الكبير محمد عبد المعطي بصراحه اثر معايا كتير في لعبك اثر علي في 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 فادني كتير فادك كتير كتير ده من ضمن المدربين يعني اللي مرت بيا اللي مريت عليهم يعني قول لي بصراحه شديده كابتن عبد المعطي كان زمان عنيف خناقه زي مع اللعيبه بيدي باور قوي اتعلمت منه العنف جوه الملعب وتعلمت منه الحماس والروح القتاليه اللي على طول طول ما رجلك في الملعب مقاتل تمام. ما بتقعدش طب ايه موضوع طير عايزك تحكي الناس الموضوع ده كنا في معسكر رومانيا أيوة. كنا قبل البطوله أيوة. قبل البطوله دي وكنا بنلعب حماس وكان يعني هو رجل حماسي فوق العاده فوق الوصف يعني مدرب قتالي يعني وحلاوته ان هو بيدي للعيب ثقه كويس بيخلي يعني يدي للعيب ثقه اللعيب بيزيبه باور بيزيب باور على طول بتكسر الدنيا كويس. فعلا دي ميزه من مميزاته كمدرب يعني جينا الماتش كنا بنلعب بوخارست ايوه فرقه بوخارست دي من فرق اللي هي تقريبا اتقل فرق في رومانيا في اوروبا كلها مش في رومانيا بس ورومانيا في الوقت ده كانت مستوى عالي جدا 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 جينا هم عملوا علينا تكتيك معين بلعبة عايزك توصفه للناس عشان انا بوصفه هو 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 اللعيب بيعمل اكنه باصه للوينج وينج رايت اكنه باصه للهاف كوره والهاف يعمل نفسه ان هو ما استلمهاش فيفوتها تطلع وهي طالعه على اتجاه التغيير خط التغيير كويس الجون مش واقف في الجون قاعد بره ده تكتيك كابتن عبد المعطي كان بيلعبنا دفاعي الكابتن عبد المعطي من كتر حماسه ومن أيوة. كتر انفعاله مع اللعبه وهو فقال لك تير يالا راح بيقول لك تير يالا والكره طالعه وهو الجون راح نازل واخدها وكلنا جرينا على الكره وهو جري وما انت كنت واقف انت كمان جريت معانا راح الجون طالع واخدها ومديها الوينج رايت بقى ما اتحركش ما اتحركش مكانه الوينج رايت بتاعهم ما اتحركش راح بصاها هناك راح حطيتها جون واحنا عبواطي كان منظره ايه ساعتها قعد احنا 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 قعدنا تقريبا لغايه النهارده بنضحك على اللعبه دي لغايه النهارده سنين طويله بنفتكر اللعبه رجعنا تاني ورجعتوا جوه الملعب وعملتوها في فرق كتيره احنا بالظبط اتعملت فينا وكنا بنعملها على طول في الفرق في الدوري ساعتها طب لو رحنا للتاريخ سامع عبد الوارث رحت 95 في ايسلندا مظبوط كده بالظبط في ايسلندا 95 ايسلندا وعملت ماتش مع رومانيا تاريخي ب 15 جون جينس ريكورد لا ده كان في 93 93 رومانيا 5 لا 3 5 93 3 خلاص هو بيقولوا 3 يبقى انت اللي صح 93 انت اللي حافظ التاريخ عندي 93 التاريخ عندك كويس عملت 15 جون في ماتش رومانيا وانت رايح الماتش عارف تعمل ده ولا ايه لا
وكان ماتش في دور ال 16 وكان ماتش صعب. انا الماتش ده كمان كان قاعد معايا في الغرفه جوار نبيل. ها جوار نبيل كنا ساعتها كان هو لسه طالع معانا وكان كان 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 في المركز قبله كان الكابتن عبد الوهاب الله يمسيه بالخير. وكنت ساعتها الماتش ده كان ماتش تقريبا تحديد يعني شويه تحديد المراكز وكان يعني مهم جدا. وكنا بنتكلم انا وجوهر ف يعني بنقول الماتش لا هنتغلب يعني نازلين هنتغلب يعني يعني رومانيا وفرقه تقيله يعني. بس انا بقول لك حاجه معلش بقى انا هقطع كلامك انا اسف قطعت كلامك. الماتش ده كان 95 في ايسلندا وكنت بتلعبوا مع رومانيا 95 كاس العالم ورجعوا شوفوا ناجي شوفها تاني. انا بقول لك 93 كان كاس العالم في السويد ما وصلناش وصلنا في دور الثمانية. لا احنا ما وصلناش في 95 احنا في 95 وصلنا بس الريكورد في 93 خلاص نكمل بقى خلاص اتفضل بس هو حلو. ناجي قول له ناجي خلاص الاهلي هيشوفها بقى يتاكد منها اتفضل بالظبط فكنا يعني عاملين حسابنا ان احنا بس في نفس الوقت احنا متمرنين كويس وكان ساعتها المدرب كابتن عاصم السعداني وكان دكتور كريم مراد وكنا فعلا هم يعني كانوا ماشيين على يعني ال 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 الحماس والدينا دفعه كبيره وكنا عاملين معسكر كويس جدا وكنا مستعدين كويس يعني نازلين الماتش فعلا يعني احنا كلعيبه شويه قلقانين اول ربع ساعه الماتش فك وحسينا علينا عليهم فضلنا وكان معنا احمد بلال ياسر لبيب حسام غريب احمد العطار جوهر نبيل اشرف عواد فاكر الجيل كلنا ايمن صلاح الحمد لله فضلنا ساعتها كان حسيت يعني انا حسيت بالفرق يعني انا حسيت ان انا يعني بقيت ادخل على الجون مجرد انا داخل على الجون اول انا ضيعت اول كورتين في الماتش ده يعني قلت بس انا مش بعد كده ما فيش كره عدت مني كله جون كله راح جوان كله من اي حته من الباك من الهاف من اليمين من الشمال بقيت اجيب حتى دكتور كريم كنت كل ما اطلع كنت بتعب حتى كابتن عاصم طلع سامح ريحه شويه اقعد انا حتى سامع الكلام يعني انا فاكر الماتشات دي انا فاكرها يعني فاكر كويس جدا فاكرها زميلك في الملاعب معلش انا اسف اقطعك زميلك في الملاعب كابتن اشرف عواد بعت لك قال لك الاسطوره النجم عبد الوارث اشرف عواد كابتن سلوى برضه نفس الكلام لعيبه النادي الاهلي بتقول لك مفاجاه جميله استضافه كابتن سامي عبد الوارث الباك الطائر. نكمل كلها تعليقات يا جماعه التعليقات كتيره جدا هنقف وهنتكلم على التعليقات بس كل شويه هندي له تعليقات لان هو فعلا نجم كبير ويستاهل حلقات كبيره جدا عشان فعلا هو تاريخ كبير داخل النادي الاهلي ومنتخب مصر. اتفضل يا كابتن سامي. فكان الماتش ده يعني ماتش ما تقدرش الواحد فعلا في الذاكره ما اقدرش انساه فعلا لما طلعت من الماتش يا سامح وجايب 15 جون جينس ريكورد كتب عليك والصحافه العالميه بتكتب عليك الموضوع كان عندك شكله ازاي؟ عادي جدا 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 ولا اكني عملت حاجه خالص ورعبت تاني عادي خالص وكملت ولا حطيت في راسي ان انا بصراحه يا جماعه انا هتكلم حق ربنا سامح عبد الوهاب هو فعلا دي الحقيقه ان هو فعلا خرج من الماتش عادي جدا بالنسبه له لكن هو عنده موقف تاني اخر لما سامح عبد الوهاب بدا يطلع نجم ويعلى رحنا المانيا وعايزه يحكي في المانيا. المانيا دي كنا بنروح نلعب ماتشات كابتن سامح عبد الوارث كنا بنلعب ماتشات في المانيا كان الناس هناك 4000 واحد نزلنا المطار كله عايز يصور مع سامح عبد الوارث ويصوروا لان هناك الصحافه الصحافه الاوروبيه عامه يعني زي ما تقول ايه يعني الناس شويه وبالذات المانيا شويه كره اليد فيها معروفه كتير يعني طبعا يعني مهتمين بها كتير والاعلام بيديها عكسنا احنا الاول يعني احنا كنا شويه الاعلام ما كانش مهتم قوي بكره اليد لم يعني احنا اللي فرضنا نفسينا على على الساحه يعني ككره يد او كلعيبه يعني فلما رحت هناك كان في فعلا ناس كان في اهتمام وكان في مترجمين مع برامج كانوا كنت بطلع برضه بالترجمه
بالترجمه كنت بقول كلنا كنا بنقعد نتفرج عليك خلينا نقول صح كلنا كنا دي حقيقه يا جماعه كانوا هم بيتاخد برامج واحنا كلنا فرقه طبعا في نجوم في الفرقه كتير لا في نجوم يا جماعه بس هي كله كان مبسوط يسمع يعني هي هو الريكورد ده هو ده اللي خلاني يعني خلى الناس تهتم وبقيت ان انا انزل حتى في الماتشات الثانيه في مثلا البطولات الوديه كنت باخد الهداف في الماتشات نفسها في الماتشات نفسها وكن كانوا بيدوا في كل ماتش احسن لاعب لكل ماتش اللي هي اللي كانت الدورات الوديه اللي تتلعب فكانت عايز اقول لك على حاجه كويسه جدا نفسي اسالك السؤال ده وانت لعيب ولازم اساله النهارده الفنت ده اتعلمته فين انا لازم اجيبها هي معانا لقطات كتيره الموضوع قول لي الفنت ده اللي بتفسح فيه مصر كلها احنا نفسنا كلها كنا بنستمتع واحنا بنلعب معاك في الفينت ده اتعلمته فينا سامح والله عوضي انا كنت زي ما كابتن شعبان كان بيقول لك انا كنت بنزل اتمرن يعني بتمرن كتير لوحدي ويمكن شويه هو انا حاولت ان انا اركز على حاجه يعني المهارات الفرديه فكمني انا شويه يعني حاجات يعني كمني انا سريع طويل وسريع في رشاقه في الحاجات اللي هي بتاعت يعني بتاعت ربنا يعني ربنا اديها لك يعني ربوني امكانيات امكانيات فانا انا 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 يعني صقلتها بالتمرين اللي هي يعني بالشغل معلش انا مش عارف اتكلم طبعا انا بتفرج شويه عشان عربي بقالي 15 سنه ما نزلتش دي حقيقه لكن سامح ابو راس كان بيعمل فنت مش طبيعي في العالم درسوه وما عرفوش يحللوه فعلا دي حقيقه وكان حاجه مختلفه تماما لكن هي نخرج تليفون مهم كابتن من كباتن العشر سامح عبد الوارث هو كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر كابتن ياسر لبيب مساء الخير مساء النور ازيك يا كابتن خالد منور يا كابتن ياسر معانا ضيف عزيز علينا كلنا كابتن سامح عبد الوارث منيحه حبيبي كابتن ياسر الاول كل سنه وانتم طيبين وانت طيب يا كابتن والشعب المصري كله بخير يا رب وانا سعيد جدا يعني يمكن سامح بقاله فتره كبيره غايب عن الساحه تماما وسامح طبعا غني عن التعريف وكلاعب من اللعيبه القلائل اللي جم في مصر ومش هيجي مش هيتعوضوا او مش هيجي زيهم مره ثانيه في العالم يا كابتن كمان نعم في العالم يعني لسه بنتكلم على الستايل بتاعه جوه اللعب طبعاً. نعم. في العالم بص يا خالد سامح عبد الوارث ظاهره يعني نادرا ما تتكرر لعيب بالحجم دوت بالامكانيات ديت اولا اللعيب اللي كان سريع جامبه عالي جدا تصويبه قويه مدافع عالي جدا فالمكونات دي كلها لما تتواجد في لاعب من الصعب ان هي تلاقيها لكن في تاريخ كره اليد المصريه ما جاش لعيب زي سامح عبد الوارث في المركز الرايت وايمن وكان بالكفاءه ديت يمكن انت كنت بتتكلم على ماتش رومانيا كان 93 مش 95 يبقى خلاص يبقى عنده صح خلاص يبقى عنده صح عنده صح البيبو صح البيبو يبقى عنده صح وكان يعني يمكن الماتش ده خلي بالك الماتش ده كان من الماتشات اللي كانت مأزمه جدا يمكن سامح ما كانش بدا في الاول الماتش دوت ونزل مش عايز اقول لك ان سامح كان من كل حته حتى بيشوط من بين الباك رايت والوينج رايت كان بيجيبها جون يعني كان عالي عروه غير طبيعي في المباراه ديت يعني بلغه الهاندبول بيقول كان راكب الجون غير طبيعي يعني اي كره مش عارف حته جون يعني ما كانش حد قادر يوقفها فيعني سامح طبعا من الظواهر اللي لن تتكرر في كره اليد المصريه. كابتن ياسر لما كابتن ياسر لبيب اسطوره من اساطير كره اليد المصريه والنادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي بيقول على سامح ظاهره لن تتكرر اكيد كان في مواقف كتيره بينكم جوه الملعب سند معاك وقدر يساعد كتير معاك وانت خصوصا كنت بتعرف تلعب سامح عبد الوارث داخل النادي الاهلي وداخل منتخب مصر. كابتن ياسر بص يا كابتن خالد يعني فضل. الجيل دوت وانت كنت واحد منهم اللي هو في جيل فتره التسعينات يمكن ده من اعظم الاجيال اللي جت في تاريخ النادي الاهلي وانا بقول لك الكلام دوت كفريق مش كافراد يعني النادي الاهلي طبعا جه فيه ناس عمالقه دي حقيقه على مستوى الاجيال اللي قبل كده واللي بعد كده ولكن الجيل دوت فعلا لن يتكرر جيل كنت فعلا بتلعب معاه تستمتع ان انت بتلعب مع المجموعه دي
سواء سامح اشرف عاشور حازم او محمد عبد الله وجوهر ومصطفى على الدايره وانت ورانا وعمر شوقي معاك. فعلا احنا اعتقد ان مفيش في مصر ما حصلتش في تاريخ كره اليد المصريه ان فرقه راحت تلعب في المانيا ودفع لها فلوس عشان تلعب. دي حقيقه بقى، ده انت كده بتتكلم في التاريخ. فعلا كابتن ياسر كان الفرقه الوحيده راحت المانيا وبسبب اسماء اللاعبين مفيش ماتش لعبناه غير ما خدنا عليه فلوس وخدنا رسمي كمان وكان بتوزع علينا. وغير كده بقى يعني اللي اعلى من كده كمان ان فرقه كنت بتستمتع ان انت بتلعب مع المجموعه ديت. كان في فنيات عاليه جدا خلال المباريات بشكل مش طبيعي، يعني جيل انا يعني شايف ان هو مش هيتكرر في كره اليد المصريه الجيل ده. كابتن ياسر لبيب يعني شكرا جزيلا، انت كنت معانا ومبسوطين فعلا، بس لما اسطوره زي كابتن ياسر لبيب كابتن مصر بيتكلم على سامح عبد الجواد كده الموضوع كبير يعني جدا. عايز اعرف العلاقه جوه ارض الملعب سامح بينك وبين ياسر لبيب. لا يا ياسر لبيب من انا بعشقه يعني يعني انا يمكن كان فرق بيني وبينه مش كبير يعني بس كان ياسر لبيب بالنسبه لي لعيب مهاري ما يعني انا ما شفتش زيه. غير كده كان في يعني كنت بحس ان في تناغم كيمياء حلوه انا بيني وبينه يعني وكنا بنعمل يعني افتكر موقف من مواقف في ماتش الاهلي والزمالك. كنا في نادي الزمالك، في صاله نادي الزمالك وكنا بنلعب، كنت انا وهو، كنت انا ياسر لبيب اشرف عواد كان جوهر نبيل كان احمد سالم وكان محمد عاشور وجينا نعمل لعبه يعني وكنا ساعتها في الماتش ده كنا فارقين حوالي اربع تجوان خمس تجوان يعني الماتش مريح خلاص واخر جول حبينا نعمل كام كره في الهواء كده يعني عملناها جه عاشور اداها لاحمد سالم، احمد سالم الدهاني وانا رحت مديها لياسر وياسر راح مخلصها في الجون يعني وخلي بالك مش متفقين ومش متفقين هي مش متفقين بس احنا هو ياسر كان يبص لي يعمل كده كنا بنبص بس يعني عايز ارجعك شويه ورا 16 مباراه ولا 18 مباراه على التوالي الاهلي بيكسب الزمالك منهم مباراه 10 تجوان في ارض الاسماعيليه مع ان النادي الاهلي كان خسران قبلها بيوم الاولمبي 18 مباراه كويس على التوالي على التوالي في اي ارض على التوالي على طول مفيش رحمه يعني قول لي يا سامح كنت بتروح ماتشات الاهلي والزمالك ازاي وكنت شايفها ازاي وانت بتلعب في الماتشات يعني ماتشات الاهلي والزمالك كان من اقوى الماتشات اللي تتلعب لان خلي بالك ما انت عندك الناحيه الثانيه احمد العطار حسام غريب كان فيها محمود حسين ايمن صلاح باسم السبكي كان في احمد دعبس كان في احمد رمضان كان في نجوم فطاحل مع نادي الزمالك برضو نادي الزمالك كان فتح لي يا جماعه برضو احنا ما نقدرش نقلل من النجوم دي كلها يعني كان لا عايز ارجعك لخسرنا الاولمبي في دوره مجمعه خسرنا اول يوم ماتش الاولمبي خسرناه وما كانش عندنا حل تاني ان احنا لازم نكسب الزمالك تاني يوم ده كان حافز على فكره يعني احنا لو كنا ممكن يعني كان انا كان متخيل كنا كسبنا الاولمبي كنا ممكن نريح في الماتش الزمالك فعشان كده كان هو ده الحافز كان ماتش في طنطا اسماعيليه سوري اسماعيليه 10 تجوان فرق في اسماعيليه كنت بتلعب في المباراه بصوا يا جماعه انا هقول بقى عن نفسي يعني انا بس عايز ارجعه شويه كان بيلعب المباراه دي مش يعني مش مركز تركيز شديد جدا كان اي لعيب يجي قدامه يديله فنت يروحه يصفره على فوق ويقوم داخل جايبه جول صح كده ولا ايه؟ لا هو انت طبعا انت كنت عارف ال 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 الجو بتاع الماتش احنا حتى في كل ما انت كنت عارف كنا بنركز ازاي؟ يعني تنزل ماتش شايف حد ابتداء من الصبح يومك من الصبح ما بتشوفش حد غير الماتشات المهمه دي نازل مركز بطوله ماتش تقيل يعني كان ماتشات تقيله 18 مباراه ورا بعضين وماتشات الزمالك كلها خلي بالك كلها تقيله يعني اصعب حاجه في تاريخ سامح عبد الوارث داخل الملاعب كره اليد كانت ايه اصعب لحظات بالنسبه لك؟ والله يا اصعب لحظات جاتني في الاخر يعني في الاول ما كانتش قوي بس برضو في لحظه كانت مع كابتن جمال شمس رحمة الله عليه كانت بطولة الناشئين برضه أنا أفتكرها يعني كانت البداية برضه كان ماتش تونس وكان بين الشوطين بالأحضان
بس مش عايزين نكمل ماتش تونس وكان فعلا يعني وكان على كان في كان على ارضنا وكانت تفرق كتير البطوله بتاعتنا دي كانت كتير تفرق ودي كانت لحظه صعبه جدا تحس حاسس انك الماتش هيروح منك وفي ارضك والبطوله راحه بس الحمد لله يعني قدرتوا قدرنا قدرنا وكسبنا في لحظه مهمه في حياه سامح عبد الوارث لحظه اصابته في مباراه الاهلي والاولمبي في الدقيقه 29 الشوط الثاني 57 ثانيه بالظبط انا بجيب الكره طلعت عشان تشيل كره بتهزر كده كتفك مخلوع كتفي يعني طلع كده بس ما تخلعش خلع كامل هو دي البدايه دي كانت البدايه دي البدايه اللي هي يعني خلتني انا يعني نفسيا اثرت عليا نفسيا لان انا كمان لعيب شويه نفسيتي بتاثر كتير في اللعب حسيت شويه اني اثرت عليا كتير نفسيا كتير اثرت عليك الموضوع كتير ده كتير جدا كتير طب خلينا نخرج لتعليقات الناس بقى لان بص تعليقات الناس بقت كتير قوي يعني خلينا والله الناس بتعلق كتير جدا معاك فلازم بس نقول لهم يعني الكلام اللي بيقولوه معلش اعذرونا لازم نقرا حاجات كتيره كابتن سامح عبد الوارث محمد عبد الله وحشتنا قوي يا كابتن سامح الاسطوره والفرعون الطائر كويس كرم مبارك يا كابتن سامح اخيرا شفناك كنت صديق جيد ده حد يعرفك في واحد بقى بيقول لك حسن محمد بيقول ايه والله الراجل ده انقذ حياتي في شواطئ الاسماعيليه وانا بغرق في البحر ويشاء الله ان اجد من يعني يسحبني من الميه واحد وجدته هو من ينقذني والله اني احبك في الله الكلام ده حصل تفتكر الكلام حصل كنت طبعا مع اسماعيليه كابتن محمد متولي من الاسماعيليه طبعا كابتن محمد فكنا اصحاب يعني فكنا على طول كنت على طول بحب يعني انك تحب الاسماعيليه كنت على طول على طول كنت بنروح يعني كنا كنا هناك عندي محمد يعني فكنا هناك على طول فبحب المية احب اروح اغير الجو يعني يعني انت عارف الرياضه شويه كان فيها مكبوتة الدنيا فبتحب تخلع وكمانها كانت قريبه كانت ساعه ونص دلوقتي ما اعرفش قد ايه دلوقتي بقت 40 دقيقه ساعه ونص اتفضل ففعلا قابلت كنا هناك والراجل ده كده يعني واحد شفته نزلت على طول انا وانت الحمد لله الواحد يعني في الميه يعني طب وعبد الرحمن سامح بيقول لك اسطوره عبد الرحمن سامح اسطوره حقيقيه افضل لاعب كره افضل لاعبي كره اليد المصريه على مر التاريخ ربنا يحفظك تاني احمد صبري بيقول انا حبيت كره اليد بسببه تاني هيثم حسن يا عاش بتسامح احلى ايام الهاندبول في الاهلي احمد رحومي قلناه احمد بيقول هاني مختار اسطوره كره اليد لا تتكرر وابو اياد بيقول اسطوره كره اليد على مر التاريخ الناس حباك جدا 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 محمد عبد الوارث اتظلم عشان اخد اخو سامح عبد الوارث ولا لا هو ممكن يكون الظلم اتظلم دي حقيقة عشان كان يعني انت عارف برضو الناس شايفاك عايزه تشوفه بنفس ما هي يعني يعني بي 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 بشكلك خلينا طب عايش سامع اعذرني ناس كتيره تليفونات كتيره عليك فلازم نخرج برضو لتليفون مهم احد مدربين كانوا كابتنه في النادي واحد مدربين النادي الاهلي ومنتخب مصر الحائز على ثالث العالم برونزية العالم في مواليد 98 معانا ومعاكم كابتن طارق محروس مساء الخير. الخير يا كابتن عوضي ومساء الخير على الغزال. الغزال؟ غزال كابتن طارق معاك اهو هسيبك بقى تتكلم معاه انت كل سنه وانت طيب. انت طيب يا سامح والله وحشني جدا حبيبي كل سنه وانت طيب. كابتن طارق محروس عشره كبيره ولعبنا سوا يعني الكلام اللي فيه مدح فيه يعني اعتقد ان هو يعني مش هقدر اديله حقه لان سامح ده من الناس اللي الواحد فعلا يعني من اللعيبه اللي الواحد عشرها في الملاعب نادرين جدا اما تلاقي لاعب عنده الثقه بالنفس دي وعنده الجراءه وعنده القوه وعنده كمان علاقات انت عارف يا خالد طبعا يعني عشرتنا وكنا يعني كانوا بيقولوا على الجيل اللي انت بتلعب فيه ده كابتن خالد انت وكابتن سامح ده اعظم جيل في النادي الاهلي الكلمه دي ما جاتش من فراغ مش عشان مكاتب الماتشات على فكره ولا مكاتب البطولات لا عشان جيل
كان بيلعب كل مباراه كانها هي بطوله، وده نادرة دلوقتي لما تلاقي في فرقه بتلعب كل مباراه كانها بطوله. ما كانوا بيخسروا كانوا بيخرجوا يعيطوا كانهم حتى لو ماتش ودي كانهم خسروا بطوله العالم. دي حقيقه. جيل بلاني عوض في النادي الاهلي فعلا فعلا كان عارف قيمه الفانيلا وعارف يعني ايه معنى كلمه النادي الاهلي. قول لي انت موقف مع ايوه بالظبط في تونس كان الله يرحمه كابتن جمال رحمه الله عليه لسه ماسك الفرقه رحمه الله عليه ورحنا تونس بطوله الامم الافريقيه فاكرها خالص؟ طبعا كنت انا ساعتها مدرب في الناشئين والله يرحمه خدني اول ما جيت خدني معاه في الدرجه الاولى مظبوط واول حاجه لينا كانت بطوله افريقيا كان حصلت مشكله كده بين الشوطين مشكله امنيه مش هنتكلم فيها لكن بين التايمين وفي المحاضره مش عارف ايه كنت لسه يعني طالع الدرجه الاولى جديد مع الكابتن جمال وطبعا يعني خبرات برضك كمدرب لسه قليله فلقيت سامع عبد الواحد كان حصل مشكله كده واتخبط خبطه جامده والدكتور خيطه ومش عارف ايه فبقول له هتلعب قال لي انا هرجعك بالكاس قلت له ايه؟ قال لي مش طالع من الملعب الا لما ارجعك بالكاس نفس الموقف ده حصل معانا برضك في البطوله العربيه في سوريا كنا بنلعب مولوديه وكانت فرقه يعني شومه شومه في سوريا دي حقيقه وبرضك نفس الموقف ده كل الناس بتقول مولوديه دي هتمسك النادي الاهلي تديله 10 تجوال صح واحنا رايحين الماتش كان قاعد جنبي في الاوتوبيس اقول له يا وسام هنعمل ايه؟ قال لي هرجعك بالكاس زي ما رجعتك في البطوله الافريقيه الله فعلا كان لاعب يعني 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 تاريخ لا ينسى وفعلا من اللعيبه اللي انا دايما دايما بذكرهم مع لعيبتي بقول لهم لو في كل جيل لاعب زي سامح عبد الوهاب طبعا جيلكم طبعا يا خالد مش هننسى طبعا جوهر نبيل واشرف واحمد سالم ومحسن سليمان وممدوح سليمان وعادل وهاني لا 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 جيل جيل فعلا ما فيهوش مركز ضعيف دي حقيقة كان قوي وكان عاشور وكان عصام لا جيل قوي فطبعا سامح عبد الوارث حاجة يعني يعني لو قعدت اتكلم اقعد اتكلم على كل مباراة كان بيدي مثل للعيب غير طبيعي هو طبعا عنده طرائف كتير جدا في البعثات الخارجية منها واحدة كده في الطولة كنا مسافرين او فترة اعداد قاعد في الروتين قاعد يتكلم في التليفون محمود كان لسه محمود طالع جديد ايه كل شويه الله يرحمه كابتن يقول لي الاولاد ده ايه فلوسه كتير المهم بعد شويه قلت له انت رايح اجي قاعد جنبه قلت له سامع انت بتكلم مين انت بقالك ساعه بتتكلم انت فلوسك كتير قوي قال لي انت صدقت انا ماسك التليفون بس عشان الناس تعرف ان انا بقى قاعد التليفون معاهم عندك حق يعني كان ليه مواقف كتيره بصراحه يا كابتن طارق وفعلا جيل حاجه عظيمه وانت برضو من المدربين الكبار اللي مرنوا الجيل ده وكان فعلا شرفنا بيك اكيد اكيد بيتي كانت مع هذا الجيل فعلا زي ما المدرب بيعلم زي ما اللعيب برضك بيعلم المدرب الاثنين بيعلموا بعض ولو الاثنين على قلب رجل واحد زي ما لما كنا ايام الله يرحمه الكابتن جمال شمس رحمه الله عليه ابطال دوري ابطال كاس دوري عام كاس بطوله عربيه خمس بطولات اللي دخلناهم صح السنه دي الحمد لله كسبناهم وكسبناهم ايه دي حقيقه يعني مفيش فرقه وقفت سكينه في الجاتوه عارفين يعني ايه اسم النادي الاهلي دي حقيقه كان في ناس بتحب الفانيلا بدون اي مقابل يعني الناس دي لو كانت بتلعب في الدوري احنا فيه دي سامع بالك ده كنت مثلا تلاقيه بياخد له 20 30 مليون بس دي حقيقه لان الناس دي لعبت ببلاش انتوا لعبتوا ببلاش يا خالد بس اديته النادي الاهلي اكتر بكتير بكتير من اللي كنت بتاخدوه اتمنى له كل توفيق ويا رب اشوفه في احسن صحه ويا رب اسمع عنه كل خير انه يستاهل كل خير بصراحه شكرا يا كابتن شكرا يا كابتن طارق كل سنه طيب كل سنه وانت طيب ودايما معانا على قناه الاهلي سامح الكلام كتير المشاعر كتيره بينك وبين كل اللي كانوا بيلعبوا معاك اصحابي واخوات يعني كنا يعني العلاقه ما كانتش بس علاقه يعني ما كانتش علاقه ملاعب وعلاقه رياضه بس فكرك بحاجه في رمضان كان ايه اللي بيحصل عايزك تحكي للناس كان في رمضان لما كان البيوت بتلف بتدور نفطر فين النهارده نفطر فين يعني مثلا عايزك كنا كل يعني شوف احنا كنا تيجوا عندي كلكم كل فرقه عندي في البيت عندي جوهر عندك في البيت كنا يعني كنا كل واحد بيفطر الفرقه بيفطر الفرقه يوم وفطار ايه يعني احنا عارفين اهالينا كلنا يعني كلنا يعني البيوت كنا بنخشها اكننا واحد من البيت وعارفين الاخوات والام والاب يعني الاسره كلها عارفينهم
دي حقيقة. فكانت بينا علاقة صداقة وعلاقة محبة كمان. يعني أرجعك لعبد الوارث الظلم بسبب إن هو أخو سامح عبد الوارث. آه اتظلم. رأيك كده؟ كان مطلوب منه يعمل مجهود كبير، وهو يعني في هو الجيل، الجيل بتاعه سامح. هو الجيل بتاعه والمقارنة نفسها فيها ظلم. المقارنة صعبة، فيها ظلم. أنا شايف كده بصراحة. المقارنة فيها ظلم، ظلموه الناس لما قارنوه. بس هو 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 لعيب، هو يعني هو قدم كتير برضه. هو قدم كتير، هو محمد. من برضه اللعيبة المميزين، قدم أكيد هو لعيب مميز، لكن هو أنا بقول إن هو اتظلم إن هو اتقارن بسامح عبد الوارث. طبعا هي المقارنة نفسها ظلم، يعني ظلم ليه؟ ظلم ليه طبعا. سامح عبد الوارث اكيد في محطات في حياتك، محطات مهمه او مدربين اثروا في حياه سامح عبد الوارث، عايزين نستعرض كده. والله مدربين كتير. كتير يعني، مش عايز اقول مدرب وانسى واحد يعني مدربين كتير. محمد عبد المعطي، عاصم السعداني، طبعا في البدايه كابتن شعبان الانور، كبدايه كابتن جمال شمس، كتير. دكتور كريم مراد، يعني مدربين، يعني انا مش عايز اقول اسامي برضو، في ناس كتير هتزعل. دول اللي هم هنا يعني، اللي من هنا، اللي من بره برضو يعني، في باول تيديمان وخفير كوستا مين اللي اثر في سامح عبد الوارث تدريبيا بصراحه؟ اللي اثر في سامح عبد الوارث، مع ان انا عارف ان انت كنت جاي ستايل مختلف، لكن مين اللي اثر معاك فعلا في المدربين دي؟ والله يا كابتن خالد، يعني هو كل واحد، انا يعني ابتديت يعني اثر فيه، يعني اخذت من كل واحد. يعني فادني، هو فادك، فادني. طبعا كل مدرب بيجي يدرب لعيب بيفيده، واللعيب الذكي هو اللي بيسمع كلام مدربه وياخد منه المعلومه وينفذها يعني. كتير يعني، جمال شمسك منه مدرسة لوحده. عبد المعطي مدرسة لوحده، عاصم السعداني مدرسة لوحده. أخدت من كل بيت أغنية أو كل فيلم أغنية. طبعا 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 طبعا. وفيهم في يعني دول المدربين اللي هم عشان أنا بقولهم دلوقتي، كلهم نادي الأهلي بتوعنا يعني، وقريبين مننا يعني، وكنا عشنا فترات طويلة معهم وأثروا فينا فعلا. خلينا نخرج تليفون تاني، بس عايز تقول أنت يعني مساء الخير، مين معانا يعني، اشتغل معانا شوية. قول مساء الخير. ايوه الو، ايه فيش تليفون ولا ايه؟ ايوه معاك اهو، معايا اهو. مين ده؟ سامح عارف صوته؟ تقول تاني. طب اتكلم كده، مساء الخير. مساء الخير يا ميحة. اهلا كابتن احمد سالم. ده لا ده محمد عبد الوارث. ازعل مني؟ نو اخوه. زي احمد سالم بالظبط. زي احمد سالم. عامه بصوا، مساء الخير يا كابتن عبد الوارث. مساء الخير يا كوتش. يعني منورنا وشرفنا كابتن محمد عبد الوارث. هو طبعا كابتن النادي الاهلي، ودلوقتي هو مدرب فريق النادي الاهلي للدرجه الاولى، ما شاء الله عليه، ربنا يوفقهم باذن الله. مش هنتكلم على دلوقتي، لكن هنتكلم على علاقتك بسامح عبد الوارث واللي اثرت عليك بشكل كبير داخل ملعب كره اليد. تقول ايه؟ والله هو اثر فيا حاجات كتير قوي يعني. يعني هو تقريبا هو ابويا واخويا وصاحبي، كل حاجه. يعني انت كابتن عوض طبعا انت حضرته، كنت انا لسه صغير، كنت باجي اتفرج على الماتشات معاكم. دي حقيقه. فبصراحه لا انا يعني هو كان ماسكني يعني، متبنيني في كل حاجه تقريبا، في كل حاجه معاه. دي حقيقه. فده طبعا اثرت معايا كتير جدا، ده اللي خلاني ان انا اخش المجال ده واحبه كويس قوي، ان انا على طول يعني تقريبا مش ابنه يعني، اكتر من ابنه كمان. الموضوع كان ما بيني وما بين سامح الموضوع مختلف جدا يعني ما في يعني مش اخوات يعني، ما تسالش علينا اخوات، هو حاجه كده ما بتتوصفش بحاجه اكتر من الاخوات بكتير. طب كابتن كابتن عبد الوارث، بس اوقفك نقطه، هنسمع حاجه انت قلتها على سامح عبد الوارث من فتره ونرجع نكلم تاني، ممكن نسمعها مع بعض؟ اتفضل. اكيد وانت موجود معانا لازم نطمن على نجمنا الكبير كابتن سامح عبد الوارث. فين كابتن سامح؟ كابتن سامح موجود في باريس، بس هو يعني خلاص يعني مش حابب الموضوع يعني. مش حابب الرياضه. لا هو خلاص يعني، هو كان بيقولها لي مثل كده، كان طول عمره بيقوله لي، انا مش هفضل اجري طول ورا الكوره طول حياتي، لازم اعيش حياتي شويه. لا احنا عايزين نطمن عليه فعلا، اكيد كل جماهير النادي الاهلي بتسال عليه. واكيد هو يعني نجم كبير. كابتن سامح عبد الوارث ده من اعظم اللاعبين اللي جم النادي الاهلي، ودي حقيقه، مع احترامي لكل الاجيال وكل اللاعبين، كلنا كنا اجيال كويسه جدا، لكن سامح عبد الوارث حد مختلف
في الحياه في الستايل وفي الشوت وفي كل حاجه. كان على رايي كان المدير الاداري بتاعنا المستشار اكسل الودادي قال كلمه مهمه جدا, بينقلنا على حرير. فعلا كان بينقلنا على حرير, دي حقيقه. لكن اكيد لازم نعرف اخباره ولازم نطمن عليه. يعني في تواصلات بينك وبينه اكيد؟ طبعا في تواصلات بيني وبينه على طول بنتكلم. هو احتمال كبير الصيف ده ينزل اجازه. لازم تقول لنا عشان لازم. لا ده اكيد لازم يكون موجود معانا. لا اكيد طبعا. وانا ان شاء الله اول واحد هظهره جوه النادي الاهلي. طيب ارتباطك, ارتباط اسمك مع اسم سامح عبد الوارث عامل لي مشكله كبيره؟ عامل لك مشكله كبيره جدا. ليه؟ قول لي بصراحه. في مقارنه بتحصل بينك عبد الوارث انت بينك وبين للاسف ان في مدربين كتيره وفي ناس كتيره بتقارني بسامح. يعني مثلا اتظلمت في المقارنه دي بصراحه؟ بصراحه اوقات لا بكلمك في اللعب, في مقارنه داخل اللعب اوقات كتيره اتظلمت فيها. طبعا. هي الفكره كلها ان هو سامح حاجه مختلفه خالص, مختلفه جدا جدا. يعني الحقيقة. هو عنده امكانيات طبعا. أنا طبعا مش انا مش هقول دافع قدامي. عنده امكانيات مش موجوده عند حد. بيعمل حاجات تقريبا ما فيش بني ادم بيعملها, دي حقيقه. كابتن عبد الوارث معانا؟ عامل لك مشاكل في كل حته. يعني يعني فعلا وجه المقارنه فعلا كان في مشاكل كتيره جدا بتحصل معاك. لا مش انا, لا انا زي ما قلت لك المره اللي فاتت, لا هي مشاكل كبيره وكانت مشاكل كانت بتضايقني فعلا. مش عارف كنت انا يعني اخلي المقارنات دي ازاي تتشال, بس يعني الواحد كان بيحاول قد ما يقدر, بس الناس ما كانتش قادره تستوعب ان اثنين اخوات لازم يكونوا في اختلاف. ما كانش حد مستوعب معاك. سامح ربنا كرمه بموهبه مش موجوده فعلا عند حد. اسالك سؤال, حاولت ان انا اخدها, يعني حاولت ان انا اخد المهارات دي منه, بس طبعا لا ده هو مولود بيها. دي حاجه ربنا وهبها له كده, يعني استحاله تبقى عند حد. وهو فعلا قدر يشتغل عليها ويطورها. والله وانا حاولت كتير ان انا تبقى زيه, يعني حتى كمان الشوطه اللي من تحت دي هو قاعد معاك, هو قاعد معايا فتره بتاع شهر كامل بيعلمها لي, وبيعلمها لي بوضعيات مختلفه, بس ما فيش فايده. هي مش فايده دي, هي خلاص هي موجوده, هي معموله عشان سامح عبد الوارث بس دي حقيقه. قول لي بصراحه شديده, ممكن نشوف سامح عبد الوارث داخل ملاعب كره اليد في مصر او في العالم ولا لا؟ انا من وجهه نظري ومن سامح, لا ما هو مش حابب ان هو يخش. انا متوقع من حاجه زي دي. مش عارف سامح دماغه, هو بيحب يعيش حر, عامل زي العصفور كده بيروح هنا ويروح هنا ويروح هنا بمزاجه. ما بيحبش يبقى مربوط بحاجه, وطول عمره كان كده, وهو بيلعب كان كده. دي حقيقه, ده هو لعيب كان كده. فهو يعني انا ما اعتقدش ان هو يقدر, يعني او مش عايز يخش المجال عشان المجال متعب بصراحه جدا. يبقى خلينا كده يا عبد الوارث, كفايه قوي كده, بلاش المجال المتعب, خلينا كده كويسين ونتكلم في التليفون. شكرا يا كابتن عبد الوارث. قال لك مجال متعب والناس بتسال, ما يمكن برضه عشان مش عايز يعني ممكن الناس برضه تسالك على السوشيال ميديا, سامح عبد الوارث فين من التدريب, فين من الاداره, فين من كره اليد؟ ما هو يعني هو انا حاولت على فكره برضه كانت السنه عبود ابراهيم بيقول لك ليه كابتن سامح ترك تدريب او بعد ليه عن المجال الرياضي؟ ليه ما اشتغلتش في التدريب؟ يعني ليه الناس بتسال ليه ما اشتغلتش فعلا في التدريب او دخلت المدرب؟ هو بحكم ان انا كنت قاعد بره, فلما جيت خلاص يعني قلت بقى خلاص مش قادر ادي اكتر من كده. يعني كانت سنه 2005 2006 قلت لا خلاص الرياضه كده ستوب. يعني انا فكرت بس يعني زي ما قلت لك الحاجه ما اختارتنيش. ما 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 قدرتش يعني ممكن اكون ما حاولتش او ممكن اكون بس هي الحاجه ما اختارتنيش. سامح عبد الوارث ممكن يرجع يشتغل في مصر في مجال الرياضه مره ثانيه ولا خلاص الموضوع انتهى؟ سامح عبد الوارث كان تاريخ في كره اليد وانتهى الموضوع. لا لو مجال اداري ممكن لو اتعرض عليك لو مجال اداري ممكن. انما فني لا. فني لا؟ لا. ليه ما ليه فني لا واجزمت وقفلت الموضوع؟ لا فني لا. ليه؟ اداري يعني الاقي نفسي في الاداري اكتر. الامور تبقى اسهل بالنسبه لك. الاقي انا كمان شايف ان انا اقدر ادي في الاداري. تقدر تدي فيها. كابتن سامح, الاهتمام بالالعاب دي ما كانتش موجوده زمان, لكن دلوقتي اعتقد ان السوشيال ميديا عملت فارق في الموضوع, رايك ايه؟ طبعا كتير النهارده
الحاجه بتوصل بسرعه. وده هو ده اللي يعني هو ده المطلوب من في الرياضه عامه، انك توصل المعلومه في اسرع وقت. في نفس الوقت بتبقى الحاجه بتبقى باينه على طول، كل حاجه واضحه. ابو بكر بيسالك سؤال، بكر شادي بيقول لك ليه المباريات بتاعه سامي عبد الوارث مش موجوده على اليوتيوب؟ حتى ادخل وجرب، ليه مش موجوده ماتشاتك؟ دي ممكن انا اكون انا مقصر شويه. دي المفروض عندك شويه ممكن تنزلهم. انا مقصر. بس طبعا ممكن مش عارف يعني ممكن يعني انا قصرت في نفس الوقت ما لقيتش اللي مثلا يعرف انت يديلك شويه يزقك شويه يزق الامور يعني. ممكن قول لي سامع ابو بريس والبعد البعد البعد برضه. قول لي سامع ابو بريس عمل كل حاجه في الرياضه ولا كان عايز يحقق؟ لا ما عملتش حاجه خالص. ما عملتش حاجه خالص. ازاي؟ لا والله. ازاي يا سامح؟ انا شايف نفسي ان انا ما عملتش حاجه يعني. ايوه جينس ريكورد دي بطوله عالم يعني. انا الكلام ده عملته وانا عندي الكلام ده انا أفريقيا. عملته الكلام ده انا عملته وانا عندي 22 سنه. ابتديت العب يعني انا 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 خلصت اللعب الحقيقي، اللعب الحقيقي 25 26 سنه. دي حقيقه لعب حقيقي يعني. كنت اقدر انا كنت اقدر اعمل حاجات كتير. تقدر تعمل اكتر من كده. ايه اللي كنت نفسك تعمله سامح وما تعملش على ايدك بصراحه؟ لا كان في حاجات كتيره يعني. مثلا كان نفسي شويه اولا كان نفسي اطلع بدري اوروبا. كانت تفرق معايا كتير. الموضوع كان صعب جدا عليك. كان في شويه يعني بغض النظر الامور يعني اللي حصل فيها، لكن هو يعني مش عايز اتكلم بقى في مواضيع قديمه وده حصل. احنا جايين انا بصراحه انا مبسوط جدا يعني. مبسوط جدا باللقاء طبعا ده كابتن. طب يعني انا مبسوط جدا وباللقاء والنادي الاهلي وبيك والناس اللي عمال اكلمها طبعا، وان انا يعني حاجه بسطاني يعني مش قادر اوصف الاحساس نفسه والله. يعني مش قادر يعني انا مبسوط حتى بالتعليقات والحب الناس ده مش قادر اوصفه يعني بصراحه. يعني التعليقات والله كتيره جدا انا مش ملاحق عليها بصراحه يعني كل شويه يعني اشوف الاقي الناس بتزود تعليقات. لا 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 بصراحه يعني انا الاحساس ده يعني احساس مش قادر اوصفه مش قادر اقوله يعني. كان في كيمياء بينك وبين جمهور الاهلي كتير في الوقت ده كتير وكنت اول ما تكسب تاخد الكاس وتجري على الجمهور. بالظبط كنت يعني كتير كنت كان كتير يعني مع يعني النادي الاهلي يا جماعه النادي الاهلي حاجه كنت وانا صغير بحلم بيها وطلعت ولقيت نفسي جوه ولابس فانيله النادي الاهلي حاجه تانية يعني. بصراحتك المعهوده الفرق بين الجيل ده والجيل القديم اللي انت كنت بتلعب فيه هو بس هو طبعا مع اختلاف الاجيال الفرق بس ان هم يعني حاولوا يشتغلوا على نفسهم كتير. حاولوا يشتغلوا كتير على نفسهم. احنا اشتغلنا كتير على نفسنا وتفانينا ويعني كان في تفاني كتير قوي. انما دلوقتي كنت اخد 200 جنيه ساعتها كنت معلش الوقت اتغير. من 200 جنيه زمان كانوا برضه حاجه يعني. دلوقتي لو يعني العصر والفروقات اتغيرت كتير يعني. بس الاحتراف بقى احتراف دلوقتي مختلف. دلوقتي المنظومه اتغيرت والرياضه حتى التسويق بتاعها اتغير بقت بقى التسويق مختلف. كل حاجه اتحدثت دلوقتي. تقول لي ايه لعيبه النادي الاهلي اللي السيزون اللي فات زعلوا جمهور كتير منهم؟ لعيبه النادي الاهلي يعني النهارده جه جهاز جديد وفي انا شايف ان في دعم كبير وفي لعيبه جديده برضو دخلت النادي الاهلي. دعم عناصر شايف ان هو دعم كافي ولا محتاج تاني بصراحه؟ والله لا محتاج شويه محتاج شويه. النادي الاهلي مش هو ده النادي الاهلي اللي المفروض يقبل بنفس القوه يعني. محتاج شويه دعم شويه. عايزك توجه رساله من كابتن سامح عبد الوارث للاعيبي النادي الاهلي في كره اليد، تقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني اشتغلوا على نفسكم كتير. اشتغلوا وفي خلي العزيمه والروح روح النادي الاهلي دي لازم يعني لازم دي ده يا جماعه النادي الاهلي يا جماعه النادي الاهلي هي دي اللي احنا نعرفه يعني قيمه النادي الاهلي. حاجه كبيره جدا 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 بس اللي يعرفها يعني. ما حققتش اللي انت عايزه في كره اليد لكن النهارده كابتن سامح ابو بريس متواجد داخل النادي الاهلي. بتتابع اخبار النادي الاهلي ازاي وانت في فرنسا بصراحه؟ طبعا على السوشيال ميديا وبرده التواصل شويه ومحمد انا معاه على طول يعني. عبد الوارث بينقلك الاخبار دايما؟ على طول يعني بنتكلم وطبعا
اكمني طبعا في هناك اصدقاء مقربين عارفين ان انا كنت لعيب قديم وبتاع يعني هم متابعين وانا متابع فبنقعد نتكلم يعني. ما حاولتش تنزل بلعب كره اليد خالص في فرنسا دلوقتي او تلعب رياضه يعني؟ لا انا بنزل بس مع ابني. ابنك في مفاجاه مهمه جدا 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 لاول مره هنعرف. انا عرفتها انا عارفها طبعا لكن كابتن سامح عبد الوارث هيحكي. كابتن مروان ابن سامح عبد الوارث بيلعب هاندبول فين وفين بالظبط وفي نادي كبير في اوروبا؟ كابتن سامح ابنك بيلعب فين؟ في باريس سان جيرمان هناك. هل عشان ده النادي اللي انت تربيت برضه او لعبت فيه فوديته فيه؟ لكن لا هو انا عشان هو ده النادي اللي اقدر اثق فيه ان هو يقدر يعني عنده 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 هاندبول وفي يقدر الولد يستفيد منه يعني يقدر يستفيد منه. في نفس الوقت انما اعرفهم كلهم يعني كلهم تعرفوا لسه على علاقه طبعا كل الاداريين اعرفهم. طب خلينا نقول هو متجانس مصري ولا متجانس فرنسي؟ متجانس فرنسي. لا فرنساوي يعني. فرنساوي. لو منتخب مصر طلبه سامح هتعمل ايه؟ طبعا طبعا ما اقدرش اتاخر طبعا. ما حدش اتكلم معايا ما حدش شايفه. هو مواليد كام بالظبط يا كابتن؟ هو 2003. 2003. طالع سامح عبد الوارث بصراحه شديده وانا عارف انت صراحتك المعهوده ولا واخد شويه من لعيبه تانيين؟ هو هو يعني هو امكانياته كويسه حلوه. عنده امكانيات كويسه وسريع برضه بس شويه هو لسه ما ظهرش. لسه ما ظهرش يعني ما ظهرش قوي يعني. بيلعب في اي مركز؟ بيلعب باك ليفت. بيلعب باك ليفت. باك ليفت. مش هتوديه باك رايت؟ لسه قلت لك. لسه ما استواش يعني. لسه ما استواش. سامح بتروح تتابعه وتنزل الملعب معاه؟ طبعا 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 تابعه على طول مع بعضه. عايزك تقول جمهور النادي الاهلي كلمه اللي بيقصوا على اللاعبين قسوه السنين، يعني انا بصراحه بقول لك بيقصوا عليهم جامد في وقت من الاوقات بيكون السوشيال ميديا نقدها لازع جدا. ما هو برضو ال- 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 القسوه لان هم مستنيين منهم كتير. لانه عارفين قيمه النادي قيمه الفلينه الحمراء برضو. الناس برضو لازم نديها العذر. هم بيقصوا عشان عارفين ان في قيمه كبيره المفروض النادي الاهلي ده ما يخسرش ماتش. خالص كل ماتش بطوله زي ما كابتن طارق محروس قال كل ماتش بطوله زي ما احنا بننزل. كل ماتش ليك بطوله بس بنقول لهم يعني يا جماعه اختلاف الاجيال النهارده انتوا كنتوا باصين لكره اليد اللي هي اللي قبل ادوهم فرصه ادي للجيل فرصه انه يعيد ترتيب اموره تاني ويعيد يدي كمان فرصه للجهاز كإداري والجهاز كجهاز تدريب برضو يعيدوا تاني يبنوا فريق جديد ويبنوا فريق يقدر يحقق بطولات كل النتائج اللي انتوا نفسكم تحققوها ان شاء الله تيجي بس مع الوقت. يعني النقد اللاذع على قد حب الجمهور طبعا طبعا للمكسب. طبعا يا جماعه طبعا لازم يديهم عذر الجمهور. اصل الجمهور اللي قاعد فوق في المدرجات وبيجي يشجع للنادي الاهلي انت مش قادر يعني توصل للاحساس اللي هو بيكون فيه يعني. احنا انا وانت حسينا لان احنا شجعنا النادي الاهلي طبعا 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 وقعدنا كنا بنشجع النادي الاهلي. انا بشوف انا وقفت وكنت بشوف الناس بتعيط يعني الاحساس اللي كان عندنا ده كان جاي منهم كان جاي منهم طبعا. دي حقيقه كنت اول فرحه تجري عليهم على طول طبعا جاي منهم هم اللي مصدر الطاقه. النهارده تعالى انا بلعب من غير جمهور ماتشي ملوش طعم. ما اقدرش يعني مفيش حماس. كابتن سامح عبد الوارث بيتابع كره القدم في النادي الاهلي ولا برضه؟ لا بتابع طبعا طبعا برضه اخر النادي الاهلي طبعا كله بتابعه كله بتابع كله حتى لو بيلعب بيلي هتابعه. طبعا امال ايه. سامح عبد الوارث تقول لي مروان ابنك ايه عشان يوصل لقيمه سامح عبد الوارث الكبيره؟ هو انا قلت له انت لازم تركز ان انت 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 شخص عادي تركزي ان انا ابوك ولا حاجه انا عايزك انت يعني عايزك تشتغل. قلت له الشغل نمره واحد نمره اثنين نمره ثلاثه اشتغل اشتغل اشتغل. طيب كنا زمان برضه يعني انا قدامي شويه بس عايز اخد اسئله سريعه معاك. احمد سالم عصام مدبولي شركاء نجاح لسامح عبد الوارث في النادي الاهلي. طبعا دي عشرة سنين طويلة وبداية في نادي التصنيع وطبعا بيوتنا كانت جنب بعضها كلها يعني فكنا على طول يعني رايحين جايين مع بعض في سنين طويلة يعني. أحمد سالم من الناس من الشخصيات الجميلة جدا جدا وقريبة قوي
مني وإنسان بعزه كتير كتير، أخ أخ يعني. وعصام طبعا، عصام مدبولي طبعا ربنا يديله الصحة. برضو يعني بدأنا وطلعنا مع بعض، بدأت وطلعت مع بعض. طبعا طبعا. شايف ان مصر بعد ما حققت ثامن العالم في فريق الاول وثالث العالم برونزيه العالم لمنتخب 98 ومنتخب 2000 النهارده بيخش دور الثمانيه، شايف ان مصر في 2021 كاس العالم ممكن تعمل حاجه كويسه؟ تعمل تعمل تعمل, تعمل. لو مشوا، لو فضلوا ماشيين على نفس الطريق ده هتعمل تعمل. تتمنى تشوف مصر تكسب كاس العالم طبعا طبعا 2021؟ طبعا. هتنزل تشجع مصر ولا هتفرج على فرنسا؟ لا 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 لا، اجي هاجي. هتنزل هاجي طبعا طبعا. هتقعد جوه الملعب يا جماعه؟ مصر يا جماعه، احنا مصريين. انا عشت بره وعندي متجنس، بس انا مصري في الاخر. انا مصري يعني. لما تعرض عليك التجنيس وانت بتلعب ما رضيتوش؟ لا، وانا بلعب ما رضيتش. ليه وانا بلعب ما رضيتش؟ ما اقدرش. ما اقدرش تلعب اسم بلدك؟ ما اقدرش. ما اقدرش. كانت صعبه جدا جدا. ما كنتش بفكر، ما فكرتش يعني. انا رفضت وما فكرتش ان انا اوافق ولا ما انا رفضت على طول نهائي. شايف ان احنا قريبين للمستوى العالمي بعد الثلاث منتخبات اللي جم ورا بعضيهم وقدروا يكسبوا كل الكلام ده، 2021 شايفها قريبه لمصر؟ قريبه. قريبه. نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الخطوات دي توصل توصل. ولو الحظ ما حلفكش تاخد مركز كويس. لو لا لان برضو في شويه رايحين تونس في يناير. مصر هتلعب، منتخب مصر الكبير هيلعب في تونس في يناير بطوله مؤهله للاولمبياد بكين او طوكيو، عفوا سوري، اولمبياد طوكيو في 2020. شايف البطوله سهله بين مصر وتونس؟ لا صعبه صعبه. بكل اللي مصر حققته، لان برضو تونس فرقه مش 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 قليله. تونس فرقه بتلعب كره يد وعندها لعيبه تقال، ولعيبه كلها تقريبا معظمهم بيلعبوا في دول اوروبا. وتونس، مصر تونس الجزائر، دي ماتشات بتبقى موت، ماتشات ما تعرفش مين اللي هيكسب. حتى لو مصر في قيمه اللي هي موجوده فيها، واحنا كنا برضو ساعتها وكنا بنكسبهم كتير. بس في بدايه الماتش ما بتبقاش عارف، نازل مش عارف الماتش مين اللي هيكسب. لان فرق تقيله، فرق تقيله، فرق تقيله. كابتن سامح، مش قادر اقول لك شعوري واوصف لك مبسوط ازاي ان انت كنت معانا النهارده. الله يخليك يا كابتن خالد، متشكر جدا. تعليقات السوشيال ميديا قويه جدا عليك، الناس حباك، وفعلا احنا حابين تكون دايما معانا وهنتواصل دايما معاك. اول ما تيجي مصر لازم تشرفنا وتنورنا عشان معانا كلام كتير. انا متشكر جدا، كل سنه طيبين. ومتشكر جدا، انا مبسوط جدا يعني، مش قادر اقول لك الاحساس اللي انا فيه دلوقتي ان انا وسط جوه بيتي يعني نادي الاهلي. سامح نورتنا وشرفتنا. شكرا. فعلا كان معانا اسطوره في التاريخ كره اليد المصريه والعالميه والافريقيه والعربيه والنادي الاهلي بالتحديد، مش هتتكرر تاني. سعدت كان معايا النهارده، وان شاء الله دايما على تواصل معايا. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.